فاكرين يا فندي؟ دول نخلوخ يا اري اري يعني ايه نخلوخ؟ من قبل ما تيجوا كنت عايش في السجن ده لوحدي. صباح الخير يا حيطه، تعالى كل بلاط. يوم ما تيجوا تفتشون انا تفتشوا نخلوخ. يا نهار ليل. انا عايز اعرف منحرف مين اللي لهس السيجاره من عندي. انا مش هكلمه، انا بس هاخد وش منه ليه اعرف ايه دخلياتي. شممني بوقك يالا، ريحة ايه دي؟ اه سجارة كليوباترا يا ريس. باين عليها. وانت اهو تعال شممني بوقك. السجارة دي لابرور. ابوس ايدك، كنت خرمان يا ريس. احنا هنقضيها سندن دندن ورك ورك. ما بحبش الاستعطافات. مين راضع معاك من السجارة؟ العنبر كله يا ريس. العنبر كله؟ يبقى العنبر ولا السجن في تطور طبيعي حسب لوائح منظمة حقوق الإنسان. نسبة الزيادة في الإنتاج 90% وفي طريقها للزيادة. وأحب أطمنكم بقى على الآخر، نسبة الهروب معدومة تماما. It's very very nice meeting you. Thank you very much. Welcome. Thank you. Thank you. Welcome. Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome. Yes, sir. Nice to meet you. Fine. Nice to meet you. Fine. Help! 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 Go, 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 سمعت الصوت حد يعني. انت مين يا قط؟ دفشة يا كبير، دفشة دراعك اليمين. ومين عمل في عينيك كده دراعي؟ مالها عينيا يا ريس؟ انت احول يا قط. احول؟ انت فاجئتني بالموضوع ده. يا ريس ده انا اتمرمطت من يوم ما سبتني ورحت السجن. مين اللي حول دراعي اليمين يا حارة؟ الحارة كلها يا كبير. كانوا مفكرينك مش راجع تاني. كلاب انا اعرف بيهم واحد واحد. مفيش بهدله بعد النهارده يا حاره، ولا في مسحه زلاله. خلاص ياض، ما انا قلت لهم بيت تاني فوق. فوق يا كبير، ولو مش فوق تبقى فوق. انت بتوطي صوتك ليه ياض؟ احنا بنخاف من حد؟ انا طالع لتهاني عشيقتي، يعني انا وهي وسلاسنا الشيطان. اللي عايز يبلغ البوليس نمرته 122. نمره البوليس 122؟ ما تحكمش على النمره قوي ياض، لحد احفظها. خد خلي السنجه دي معاك، لو حصل اي حاجه صفر لي على طول. هات طوبه دبشه يا كبير. لا ماضي اهلك دي اللي حواليتك.
مش متضايق ولا حاجه، سيبك من الكلام ده. بقول لك وحشني يا راجل. وانت كريان، انا بحبك يا بنت. اخس عليك يا نوخه، بتضربني؟ بضربك، بقالي 5 سنين ما ضربتش حرمه. ضرب الحريم ليه طعم تاني برضك. صوتي على لا يكون حد سمع صوتك واتضايق. بضربها. في حد متضايق؟ يا بنت زعلت ولا ايه؟ ما تزعليش، لا اقتلك. اكل الحبيب زي اكل الزبيب. بس بقى يا نوخ. يا بنت اطفي النور. الكل الرمه مش هيبطل يبتزني، ده بيستغل الشبه اللي بينا وبيلعب باسمي في السوق. ولا زادوا غطى يا فندم ان في شيكات كتير جدا بتروح البنك على امضى. ايش بامضى سعادتك؟ حتى الهدوم اللي انا بلبسها بيروح بيشتري زيها وبيبعت الفواتير على عنواني. ثم البنت الجير فريند بتاعتي افتكرته انا. مخلوق وصل يا باشا. هتقول بسرعه. انا هخلي ترمواي يندم على اليوم اللي بص في المرايه واكتشف الشبه اللي بينه وبينه. عمنا باشا. الف حمد لله على السلامه يا مخنوخ، اخيرا خرجت من السجن. لا باشا انا ما خرجتش، انا هربت من السجن. ولو عايز تبلغ بلغ البوليس نمرته 122. ابلغ ايه؟ انا ما صدقت انك خرجت. اقعد. كلام على ايه يا باشا؟ اكل اكل. طب عايزه مع سبع اصرار وترسب ولا ضرب تفضل موت ولا صعقه المقاربه ولا الثلاثه مجتمعين؟ المهم انه يموت ويروح في 60 داهيه. يا باشا بس الدم غالي. 500,000 اخضر احمر ازرق. انا معاك في كل الالوان. هم 500,000 جنيه مصري والعربون اهو شيك ب40 جنيه. يبقى انا كده فاضل لي 499,960 جنيه. كلام على مين يا باشا؟ ترماي. ايه؟ عباس ترماي؟ انت غفلتنا يا باشا. انا عمري ما شفته، بس هسمع يعني انه منطقه. ده عايز له خريطه عشان تقتل. ايه خايف يا بطل؟ انا ما بخافش غير من اللي خلقني. 2-3 كده يعني منهم ترماي. بس اذا كان هو ترماي انا نخنوخ. نحشي بذمه. انتوا ما بتتكلموش ليه؟ احنا بنتكلم فيها نور. انا مش فاكر حاجه دلوقتي يا بابا، اسال معتمد. مش فاكر. فاكر في ايه يا عز؟ بالنسبه لي مش عايز افتكر انا دلوقتي. ارجع. قومي يا عز افتح على اخوكي. هو فتح. انت حلو قوي. ماشي. انتوا بتاكلوا من غيري؟ يا خونه. كمان منبار. 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 عملت ايه؟ ناس جحده. ما فيش حد فيهم عاوز يسيب البيت. طب والحل؟ لازم امر ازاله للبيت. كده بقى يبقى ما فيش غير ويكا. وهيعمل ايه ويكا يعني؟ هو مش هيخش كليه الشرطه؟ بس لسه نتيجه الثانويه العامه هتبان بكره. هينجح وهيخش كليه الشرطه وهجيب امر الازاله. طب ادعوا معايا، ادعوا معايا وقولوا يا رب. يا رب. ويكا قال ايه؟ مرات الضابط لازم تكون سمباتيك. لولا النهخت انا كنت حبستهولها. المسامح كريم يا باشا. ياه ايدك تخينه قوي. مش هتخن من ايديك يا حبيبتي. صباعك التالت لامس الصباع الرابع. نفس احساس صباعي الصغير حاضن صباعك الكبير. يا صبابعنا، هي ايد مين فينا اللي عرقان العرق ده كله؟ ما تفرقش، انا تهت في الميه اللي بين ايدينا. وانا ميه ايدينا محيراني. 10,220 235 265 270 285. ايوه 315. بيه افتح. انت هتعمل ايه يا سيدي؟ بس صابر.
تخافوش ده عمك الصابر. جبت لكم رقم الجلوس. نهار اسود، امال احنا كنا بنسمع ايه من الصبح؟ 428. نهار اسود، هي النمر بتنط كده ليه؟ تصدق انا مش فاهم حاجه في النمر دي. ما هو اللي يقولوا نمرته يبقى نجح، انما بعيد عنك لو فوته نمرته يبقى ريح. طب والمجموع؟ مجموع مين يا عمنا؟ ده سيادة اللي هو قال يا صابر بس ابنك ينجح، ان شاء الله يجيب 50%. لا ان شاء الله هينجح الولا ويكرا ده الاهلوب. طبعا. هو رقم عاده كام؟ رقم مين؟ رقم عاد ابنك. اهو 170 39 58 13 74 0 3 5. بس ابنك لو حافظ الرقم ده زي ما انت بتقوله كده هينجح. احمد عارف الشرطي صاحي. أحمد عبد الله محمد صاحي. إبراهيم السيد أحمد صاحي. سعيد عبد النبي غريب صاحي. شادي عبد المنعم سعيد صاحي. عادل أبو الفتوح إبراهيم صاحي. علي موسى سالم صاحي. مسعد يا فاشل يا صاحي. أي يا لهوي صاحي. مليح محمد إبراهيم صاحي. خلاص بقى خلاص بقى يا سفينة، هي أول مرة إن شاء الله السنة الجاية هتنجح. أنا مش مشكلة يا باشا، المهم إن أنت تنجح وتخش كلية الشرطة وتبقى ظابط قد الدنيا، وشوف بقى سفينة يبقى صاحبه ظابط شرطة. والله العظيم أعمل معاك أحلى واجب يا سفينة، ده أنا أحبسك خميس وجمعة من كل أسبوع، بس أنت ادعي لي يا رب تنجح يا يوسف يا ابن عم صابر يلي اسمك ويكا يا رب. برضه جيت يا حبيبة؟ ثانية واحدة بقى وحرش ليه؟ ولا الساعه هذا والشاو صام. يا عدل والمعاني اللي انت شايفها.
ازاي حضرتك يا عمي؟ تمام يا ابني تمام، الف مبروك. الله يبارك فيك يا عمي. ايه في حاجه؟ لا 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 ما فيش يا عمي، بس يعني الظاهر الكرسي بتاع حضرتك او الكنبه اللي انا قاعد عليها بتزيق، يعني في حاجه غلط حصلت. لا ما تاخدش في بالك، المهم السيد الوالد هيشرفنا امتى؟ الوقت اللي تقول عليه حضرتك. امتى يا فندم؟ انا ابني ما اتكلمتش. بس في حاجه في حضرتك اتكلمت. لا ما تحطش في بالك، انت قول السيد الوالد يشرفنا في اي وقت، البيت مفتوح. واضح يا فندم انه مفتوح، ده لو اتقفل نص ساعه تموتوا كلكم. ايه يا ابني في حاجه؟ مفيش، بس واضح ان الورد في الاماكن المغلقه خطر. هو ورد اليومين دول؟ ورد الورد يا ابني كان زمان. لا 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 مش اسلوب ابدا يا ناس يا اللي في البيت. يا حبيبه عمي بيفضل يا جماعه. في ايه؟ في ايه بس يا يوسف؟ في ايه؟ ده في عدم انضباط في الاوضه جوه خالص. طب قولي بس ايه اللي حصل؟ اللي حصل كان يصبر شويه، يصبر لما ناخد على بعض. سلام عليكم. ما تاخدنيش بذنب بابا يا يوسف. يوسف يا ويكا انت و... معقول هعيش لحد ما اشوفك لواء يا يوسف؟ يا ايوه فندم. اكيد سليمان باشا فاكرني. ايوه فندم. مش دي شقه سياده اللواء سليمان باشا؟ هي كانت شقته بس احنا اشتريناها. طب هو راح فين؟ هاجر كندا عند بنته. انا اذن حضرتك. سليمان باشا هاجر كندا، والوقت لسه صاحي يا ويكا. انت هتقول لي ويكا وتصاحبني؟ بقول لك اثبت مكانك واضرب في المليان. مش هتلاقي حاجه مليانه تضرب فيها. روح اعمل لي شاي. ايه ده؟ يا بابا قلقتني، في حاجه حصلت ولا ايه؟ مفيش يا ابني، ربنا يستر. ربنا يستر يبقى في حاجه حصلت. انت هتخبي على صاحبك الصغير؟ انت قول لي. ما لقيتش سليمان باشا، ساب وسط البلد. وانا بكلمك على شارع سليمان باشا، انا بتكلم على اللواء سليمان باشا. مشي سافر. سافر؟ سافر ازاي قبل ما يوصل عليا في كليه الشرطه؟ نصيبنا كده يا ابني. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه بابا؟ ده انا حياتي كلها واقفه على اليوم ده. امال انا هعمل ايه؟ ده انا مصيبتي كبيره قوي، ده في ناس احتمال تاذيني. ما تخافش يا بابا، محدش هيمس شعره منك طول ما انا عايش على وش الدنيا. يا سلام، هتعمل ايه؟ هنجح ومن غير واسطه، وهتشوف ابنك ويكا هيعمل ايه. يا الصرخه حلوه، بس يا ترى هتعديه في الاختبارات؟ دي خريطة نخنوخ. لا تقول لي بقى خريطة العالم ولا خريطة الوطن العربي. الطريق ده والطريق ده والطريق ده أنا اللي راسمهم. ده الكباريه. حلو؟ عايزك تركز معايا. الخطة كالتاتي، أنا وأنت والبت تهاني هندخل الكباريه اللي فيه المطوة ده كبزاين عاديين خالص. البت تهاني هتلاغي الترماي، أنت تطلع المخدر وتحطه له في كوباية الخمرة. ماشي يا ريس. طب وأنت؟ اصطبر، أنا لسه دوري بعدين. بعد كده هيتخدر، هتشيله على كتفك بايد واحده وتطلع بيه اكنه سكران، هترميه على الكنبه الورانيه بتاعه العربيه. حصل يا ريس. طب وانت؟ اصطبر، انا لسه دوري بعدين. جه يعمل قلق، يعمل اي حركه تقوم انت كاتم نفسه على طول، فلفص يمين فلفص شمال، تفضل كاتم نفسه على طول. ماشي يا ريس. طب وانت؟ اصبر، انا لسه دوري بعدين. وبعد كده تقوم مطلع المطوه من الكباريه وتقوم غزفك. غزناها يا ريس. طب وانت؟ انت سبتلي حاجة اعملها يا خبي. بس النقطة دي تحية ليكم مني انا
انا سامح ابو الفدا، ربنا يخليني ليكم. يا عمنا دلوقتي، هو انت اللي بتنقط ولا انت بترد عليا؟ ده اللي بيقلدك. يا عمنا خلاص عرفنا ان ده المتشبهاتي، ما تخليش اقوم اقتلهولك قدام الناس. ماشي عمنا، بتلاقي الراجل ده بتقرطصك يا كبير. انا عيب سويس يا غبي، دي الخطه يا غبي. يمشي لغي جرمت بعوم في ابد. ما تقلقش يا نوخه، هموتهولك من غير. والنقطة اللي قبلها مصيرهم ايه؟ عايز اعرف راحوا فين. النقطة دي بيتي اولى بيها، ورقصني برضه. سامخ ابو الفدا واسم الحركه ترمواي. ما شفتكش قبل كده؟ بتهيألي اتقابلنا في شرم الشيخ. سقع عليا. يبقى في مارينا. حر قوي. طب في الغردقه؟ اغرب يا روح قلبي، ده احنا هنتقابل كتير قوي. يبقى نشرب كاس في صحتك. صحتك. ودوي اللي معاكي وهستناكي بره. استنى يا جامد. ايه سكران واخدينه رجع؟ ايه ولا المط ولا فوز ولا ده الخطه يا سيدي. المط ولا اكثر يا مضرب. سيبوا رايح، سيبوا نشن عليا. انا نشن عليا. ده انا ايدي تتقطع ولا نشن عليك يا ريس؟ اقتلني يا غبي، اقتلني اقتلني اقتلني. انت ادرى بقى. اخرتك يا ترمواي على ايد واحد احول. سامحني يا كبير، سامحني يا كبير، قتلتك بايديا. ولا دبشه. مين مين ايه؟ انا يا غبي. يا ريس يا ريس. انا يا غبي، انا غلطان. ايه مالك؟ واحد وقتلناه، عايز تبلغ بلغ. البوليس نمرته 122 واحنا قاعدين هنا شوي. ولا قتلك يا ولاد المجانين؟ يا ولاد المجانين بتقول ايه؟ قتلته؟ طيب يا نخنخ هكلمك بعدين، مع السلامة. الواد نخنوخ بيكذب عليا ولا ايه؟ هو المعروف عنه انه ملوش امان سعادته. طب هنتأكد منين انه فعلا قتله؟ اما ترمواي يختفي وما يبقالوش اثر. لسه هستنى ترمواي لما يختفي. اسمع لما اقولك، الواد نخنوخ ده مش هياخد ولا مليم قبل ما يجيب لي راس ترمواي واشوفها بعينيا. ايه؟ اجيب لك راسه؟ رقصوا يا باشا، انت مش مصدق ان انا قتلته؟ طب يا باشا اصورهولك بالكاميرا بتاعت الموبايل وابعتهولك بالبروتورز. ماشي يا باشا، راسه راسه. حاضر. طب يا باشا ما ينفعش صباعه. حاضر يا باشا، ما تنفس هجيب لك راسه.
يعني قتلت الراجل ومش قادر تقطع راسه؟ انا اقتل اه، لكن اقطع راس ليه؟ انا مجرم؟ مجرم؟ بعيد الشر عنك، مين اللي يقدر يقول كده؟ ده انت ارق راجل عرفته في حياتي. يا حبيبتي. ايه يا ولد؟ يا بنت مالك؟ ايه ده الراجل بتاعي، يعني دراع اليمين، دراع اليمين بيبوظ دراعك اليمين. مالك؟ يخرب بيتكم، نسيتوني اكل عيشنا. وبعدين هنعمل ايه في الراجل اللي عايز الراس ده؟ ولد ابشا، انت عمرك ذبحت انسان في حياتك؟ عمري يا كبير. يبقى فرصتك جات لك يا ابن المحظوظه. واضح انك انت جاهز للاختبارات قوي. اختبارات ايه يا ابني؟ اختبارات ايه؟ ده انا ظابط من وانا عندي 6 سنين. يعني مش واخد بالك ان يعني الجسم يعني زياده شويه ولا ايه؟ انا عمر جسمي ما كان عقبه في حياتي. وبعدين هيعوزوا مني ايه؟ جري هيلاقوا حمامه قدامهم، نطت ثقه وكده هيلاقوا فهد. لكن انا اللي قلقان عليك بودانك دي. لعلمك انا وداني عمرها ما كانت عقبه في حياتي. اجمع كل الطلبه قدامي بسرعه. النهاردة أول اختبارات في كلية الشرطة، اللي هينجح في اختبارات اللياقة هيجي ويكمل معانا بكرة. أنت وأنت البسوا وروحوا بيوكم. معقولة؟ معقولة نجحنا كده من غير اختبارات؟ لا مش منظر يعني، اختبرنا عشان ما يقولوش مكوسنا. يا ابني أنت كده كده ساقط من غير اختبارات، ده جسم ظابط ولا دي ودان ظابط؟ يلا بقية الطلبة على الملعب. أنا جسمي طلع أكبر عقبة في حياتي. وأنا وداني طلعت أكبر عقبة في حياتي. طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أروح لأبويا وأقول له إيه؟ ده أنا أبويا ممكن يموت فيها. أنا عندي فكرة. قول. إحنا لازم ننتحر. عندك حق، إحنا خسارة فينا الحياة. بابا بيديني رنة وأنا في الظروف دي، طب أقول له إيه دلوقتي؟ رد عليه وما تزعلوش، قول له إنك نجحت. فكرة. بص هو فين؟ افرش الحارة كلها، أنا عاوزها ليلة من 1000 ليلة وليلة. ماشي يا شهريار. واعزم كل البشر، ابني بقى باشا غجر. يا ابني ده 7 كوبري نقف عنده، وشكلك مش ناوي تعمل اي حاجه خالص يا يعني. لازم ننتحر، لازم ننتحر. طب يلا احنا بقى لنا 3 ساعات في العيط، خد قرار بقى وخلصني بقى. طب اتفضل. اصلا ما بعرفش اعوم. طب انت عايز تعوم ليه؟ انت عايز تموت. اصلا انا بحب اموت تاني واحد. طب بص احنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونغمض وننط. بس بص احنا هنتفق اتفاق، احنا هننط مع بعض. اه لو انا مت قبليك امان عليك، امان عليك تموت نفسك. انا موافق، بس لو انا مت قبليك يبقى قدرك بقى. هعمل لك ايه؟ اللي بتعمله هنا يا واد؟ بابا كل سنة اجي اجيبك من نفس المكان حتى الانتحار فاشل فيه. يا بابا ابدا انا مش بنتحر، ده انا كنت جاي اشم شوية هوا. انا عارف انك صدت، عارف مين الكومبو اللي جنبك ده، صاحبك؟ لا ابدا يا بابا انا معرفوش، ده واحد بيحاول ينتحر وانا بحاول اعقله. ايه يا واد الوطيانة اللي انت فيها دي؟ اه ده احنا عشرة من 7 الصبح يا واطي. معلش يا ابني معلش، حتى صاحبه بيبيعه. اتفضل قدامي، اتفضل اتفضل. عايز اسمع صوتك. انا كومبو يا راجل يا كايزر. ويلكم لعم صابر، ويلكم للباشا، ويلكم يا باشا. تعال انت بتعمل ايه؟ مش
ده انت رفعت راسي في الحاره والليله دي بمناسبه نجاحك يا يوسف. يا بابا بس انا ما نجحتش قوي للدرجات يعني. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ملوش لازمه اللي انت عامله ده كله يعني. ممكن نتكلم كلمتين على انفراد انا وانت؟ على انفراد؟ انت بقى في ايه شغلتني؟ بابا انا سقطت في اختبارات الكليه. ايه؟ صوت؟ ايوه يا بابا، بس ما رضيتش اقول لك في التليفون على اساس ان انا هنتحر، بس برضه ما حصلش نصيب. مش عارف ملطشه معايا ليه. طب والليله اللي تحت والفلوس اللي سحبتها من الناس؟ انا احس انك هتخدمهم لما تتخرج، اردها ازاي؟ اقول للناس ايه؟ انا هعمل ايه يعني يا بابا؟ الله، مفيش في ايدي حاجه اعملها. دول ما رضوش يدخلوني الاختبارات اصلا عشان جسمي. دول يقتلولي، ده انا ساحب منهم فوق ال 100,000 جنيه. خلاص يا بابا، نبيع البيت ونرد الفلوس للناس. يا ريت ونجيب، ده كبيره 30,000. اقتل الواد اللي تحت ده. حد من الحاره عارف انك سقطت؟ لا يا بابا، انت اول واحد تعرف. ومالك يا اخويا فرحان قوي كده ليه؟ اسمعني، حسك عينك، حد يعرف انك سقطت؟ انت نجحت. لا يا بابا ما نجحتش، انت مش فاهم، سقطت. بقولك سقطت. ما انا عارف انك اتنجلت، انت هتشلني. انا بتكلم لما ننزل دلوقتي تحت، اوعى يبان على وشك انك زعلان لغايه ما نشوف حل يا اخويا في المصيبه اللي احنا فيها دي. بالصلاة على النبي، النقطة دي عشان خاطر يوسف باشا صابر. يوسف باشا صابر، وقلبي لا عيهدى ولا عينام إلا لما أشوف الباشا يوسف وهو بيرقص مع أبوه الريس صابر. رقصوا مسافين على المولد الجديد. هنروح المولد.
فارغه وتقعد في البار. انت مش بطل؟ احب اعيش الجو. الموت هيبقى لا شرب ولا بس. هوني مالك. ايوه حبيبي، هتيجي تقعد عندنا 45 يوم بس؟ ده انت تيجي تقعد العمر كله. مين اللي بيكلمك؟ ردي عليا. مين؟ خيري ارجوك، ده يوسف ابني. اوكي سوري يا مديح. خلاص يا يوسف، هبقى اكلمك بعدين. هات العلبه دي يا خيري. سيبيها، اعصابي تعبانه. خيري، انا كنت عايزه اقول لك ان يوسف ابني هيجي يقعد هنا كام يوم، وخايفه يعني انك. عيب يا مديح، ده كفايه ارد جمايلك في تربيه بنتي. يا حبيبي يا خيري. راحوا الحبايب بقالهم عام وتالي، راحوا الحبايب بقالهم عام وتالي. اختنا على البادي ولا انت بتعيط يا يوسف؟ فرحتي يا حبيبي. ما انا كده بفرح زياده عن اللزوم اعيط. انا كمان ازعل، افرح، اجوع، اعيط. طب اقول لك على حاجه؟ انت تعيطي احسن. سقطت في اختبارات الكلية. سقطت؟ يعني الرجيم ملوش لازمة؟ يا لهوي! يا باشا! مفيش عسكري. استنى انت بره دلوقتي. ماشي يا باشا. ماشي. دبشة! نعم ريس! أنا دبشة! أمة كبير! الشنطة جاهزة أنا؟ شنطة مين يا ريس؟ يا غبي، شنطة الراس. أهم حاجة تركز معايا، الخطة كالتالي. انت هتاخد الشنطه وتسبق على الاتوبيس المكيف، اول ما توصل تداري الشنطه مع العفش وتحجز لنا تذكرتين. التذكره بتاعتي قدامه والتذكره بتاعتك مرمي ورا خالص. استمعوا جنبك يا ريس. يا خبي افرض حد قاطرنا، انت لو اتقبض عليك مش اشكال، انا لو اتقبض عليا انا ثروه قوميه يا ابني. ها فهمت الخطه؟ فهمت يا ريس. اوعى تبوظ حاجه. ما تقلقش يا ريس. يلا بينا. يلا. الشنطه ايه يا ريس؟ الشنطه يا ريس. بعد اذنك يا باشا هسألك سؤال. اتفضل اسأل. التلخفينه اللي احنا فيها ديت، انت راكب السوبر نت ده ورايح على فين؟ ما تخليك في حالك وما تتدخلش في اللي مالكش فيه. انا رايح الكليه، اروح ازاي بقى؟ دي طريقتي، طريقه ظباط. كليه؟ امال ايه؟ طمنتني. لا طمن قلبك باشا. ايه؟ اتك على الصبر شويه. وانت يا سفينه خلي بالك من ابويا. في العندي قبل العندي. ربنا يستر على ابويا. يوسف انا كنت متاكده انك كنت بتضحك عليا. وايه البصه دي؟ هو انا عريان ولا ايه؟ هضحك عليك ليه يعني؟ لا 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 يا باشا، الشغل الخطأ ده ما بحبوش. استاذن انا بقى، ملاسي عليكم. الصياعه ادب والشعوة صمت. لا اله الا الله محمد رسول الله. الملاسي عليكم. سلام يا واد. سلام يا باشا. انا كنت متاكده اني ما انفعكش يا حضره الضابط. يا انجي فهميني بقى. انجي يا بنت بهزر معاكي، ما انا عارف انك حبيبه. هو انا لو كنت عايز اهرب منك كنت كلمتك في التليفون وقلت لك تعالى شوفك قبل ما اسافر؟ يا حبيبه انا هربان من فضيحه. تبقى غلطت مع انجي. انا ما شفتش غباء في حياتي بالمنظر ده. امشي انت دلوقتي يا حبيبه، وانا اول ما اوصل هناك هكلمك في التليفون اشرح لك كل حاجه بالتفصيل. ايه يا عرب تيجي في الثلاجه؟ يا باشا كلاخلي كلاخلي. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله، هو نجح في الكليه ولا ما نجحش؟ انت لخفينا دي. صباح الخير يا باشا.
اهلا يا ابني، صباح النور. ما شاء الله الشرطة يعني مقاساتها اتغيرت خالص. كوميدي وكده ولا ايه؟ ده كوميدي فعلا. انت قاعد عايز تجنني؟ ده انا بسببك خطاوة امك. اطلع بره بيتي يا حيوان، بره، كون في دهية. سوري عادي يا باشا، مش عامل خير للشرطه يعني. تشربوا شاي؟ انا عايز شاي من فضلك. خليهم اتنين والحساب عندي يا حاج. من فضلك من فضلك، انا هحاسب على حاجتي. يا باشا انت جاي عليا يعني. صح. اسالك سؤال بايخ يا باشا، وانت رايح فين؟ برافو عليكم، فعلا سؤال بايخ. بس انت يعني لابس كلية الشرطة والاوتوبيس ده ما بيروحش الكلية. ما انا عارف، وما تسألنيش رايح فين، وبص قدامك بقطفك دي. حاضر يا باشا، حاسبي على الشاي. هات ايه؟ الشنطة يا غبي، خليك هنا. ما اجي معاك يا ريس، اجي معاك. واحنا رايحين نوزها، خليك هنا، مش لازم حد يعرف ان انت معايا. خليه يدخل بسرعة. باشا
عمنا بنت عمنا. يا سلام يا باشا، سبحان الله الخالق الناطق المرحوم. طمني كله تمام يا بطل؟ عيب يا باشا، ده انا نخنوخ. وفلوسك اهي يا بطل، وراس الترمية اهي يا باشا. المؤاخذة دي رجل راس الترمية اهي. دي ريتو. ايه ده؟ من راس الترمية في ايه؟ يا نهار اسوح، راس الترمية في ايه؟ لا مش نخنوخ اللي يتسرق. اخلص يلا، كلام ده ما يكونش معايا انا. انت عارف ايه؟ ها؟ فين؟ فاهم يا باشا. يا باشا الشرطة اتلخبطت والله، ما عملت خنجر عامل نفسه كلية الشرطة. ولا مفيش حد يقدر يضحك على شامخ بيه. يا باشا قتلته، والله قتلته بإيد دهبشة. دارك يومين لو ما جبتش راسه الماي، انت عارف هيحصل لك ايه؟ ارموه بره. والله يا باشا قتلته. مش نخنوخ اللي يتمسك كده، مش نخنوخ اللي بيتعمل فيه كده، مش نخنوخ. ايه يا كبير، في حد كلمك؟ انا حد يقدر يكلمني؟ انا نخنوخ بس احلقت. يا هات الشنطه واجب يا كبير. قوم وقف وانت بتكلمني، قوم وقف بص لي وفهمني، قوم وقف قوم وقف قوم وقف قوم وقف. ماما حبيبي وحشتيني قوي. وحشتيني قوي يا امي. اهلا يا ويك. اهلا يا عم. ناني بنتي. هاي ازيك؟ الله يبارك فيك ويحفظك. وليد صاحبي. اهلا وسهلا. انت ايه البدله اللي انت لابسها دي؟ اكيد مش اغرب من البدله اللي انت لابسها. مش وقته يا حبيبي، تلاقيك ميت من الجوع. يلا عشان تتغدى، الشنطه هم هيطلعوها. بيرمان طلع الشنطه. انا المكان ده معصبني. غريب قوي يا عمي، مع انه مكان هادي وجميل. انا كده الاماكن الهاديه بتعصبني. انت براحتك يا باشا، اعمل اللي انت عايزه. خيري سوري، انا طالع فوق احضر له المفاجاه. ها طيب، عن اذنك يا سانتا عشان عندي مشوار. يلا وليد. يلا يا حبيبي. ايه الجو ده؟ ايه يا ماما، هو في ايه بالظبط؟ مفيش حاجه يا حبيبي، لكن قول لي ايه حكايه البدله دي؟ انت مش قلت انك سقطت في كليه الشرطه؟ بابا مصمم ان انا ما اجيبش سيره لحد اني سقطت. اصله عارفه يا حبيبي، ابوك اخذ فلوس من الناس على حس انك تخدمهم لما تتخرج. مفيش فايده، ابوك عمره ما هيتغير. سلامتك يا عمي. يا عم انا ما جيتش جنبك والله العظيم. يا عم اهدى شويه، هو بيعمل كده ليه يا ماما؟ هو كده طول عمره اعصابه تعبان، يزر داخل على مشكله كبيره. حول الله يا رب. الف سلامه عليك يا عم. ده والراجل ده مجنون ولا ايه؟ ليه كده يا خير؟ معلش يا حبيبي ما تزعلش منه. يلا يلا روح اوضتك، تلاقيك تعبان من السفر. تصبح على خير يا عم. ما تصبحش بقى، انت حر. الو، ازيك يا حبيبه؟ انت كمان وحشتيني قوي. بقولك وانت بتعملي ايه ومين معاك؟ لا لا لا، انا لوحدي صدقني، مفيش حد جنبي، كلهم بره. اما انا النهارده قضيت حته يوم غير مفهوم بالمره. والله ده راجل جوز امي ده طلع عصبي قوي، ده جري وراه بالسيف.
وكان عايز يموتني لولا ستر ربنا راح نطف في المية. والله أنا مش عارف هقضي مع الراجل ده 45 يوم دول إزاي. إيه ده؟ يوسف، أنت فين يا يوسف؟ يا جماعة، إيه ده؟ يا ناس، يا ماما، إيه ده؟ مالك يا حبيبي؟ وإيه اللي أنت عامله في نفسك ده؟ ما أصل ما في إيه يا حبيبي؟ أصل أنا لما بغير فرشتي ما بعرفش أنام خالص. هقول لحضرتك. أيوة افتكرت، أنا هاخد حباية من المهدئ بتاع عمي وأنا هبقى زي الفل، ما تخافيش. اسكتي بقى يا حبيبه، اسكتي، مش وقت ابوس ايدك. قتل راس مين دي؟ يكونش انا قتلت حد وانا مش واخد بالي؟ ولا انا بحلم؟ لا اكيد مش بحلم، لان انا لو بحلم كان زمان صحيت. طب ابلغ البوليس؟ انا لو بلغت بوليس ممكن البس القضية لوحدي عشان ما حدش هيصدقني. واعمل ايه؟ والله كويس ان انتوا جبتوا الاكل، ده انا كنت ميت من جوه. هتاكل فين سيادتك؟ حط الاكل هنا وانا هتصرف. ايه ده؟ ايه ده؟ يا متر، انت مش ماشي على بعضك على فكرة. ما انا لازم الفت نظرك كده، مش طبيعي. راسك يا عم، انت هتستهبل. راسك. راسي فين؟ راسي راحت فين؟ سيادتك هتنرفز نفسك ليه طيب؟ ما هي موجودة راسك اهي اهي. دي مش راسي، انا شعري مش بني. طب حضرتك افتكر بس، يمكن سبخته قبل ما تتقتل ولا حاجة. قلتلك دي مش راسي. طب ما تاخد دي تمشي بيها نفسك اليومين دول. لا، انا راسي اللي على جسمك يا حرامي. دي راسي. طب انا اديك بالقلم ازاي دلوقتي؟ راسي. ايه اللي بيحصل لي؟ يا يوسف انت فين؟ البطارية وقعت مني. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حبيبة، حسبي الله. مين؟ انا ماما يا حبيبي. ماما مين؟ جرالك ايه؟ انا ماما، افتح. ايوه انت ماما صح. ايه ده؟ الأوضة مكتومة كده ليه؟ أنا عايزة أهويها. أنا هاويها. إيه يا حبيبي بتعمل إيه؟ تمرينات يا ماما، أنا كده متعود كل يوم الصبح أعمل تمرينات، وإلا ما كانش جسمي بقى كده. الريحة دي؟ أنا هاهوي الأوضة. هاويها ماما، هاويها. إيه الصوت ده؟ دي بطني مع التمرينات بتعمل الاصوات. يا حبيبي يبقى جالك برد، مش هفتح الشباك. احسن برضو يا ماما، احسن. انا جايبالك بقى شويه هدوم، يا رب يجوا على مقاس. ايه اللي بتعمله ده يا حبيبي؟ دي تمرينات السمانه يا ماما، لازم بعد البطن سمانه عشان الركب ما تخبطش في الشورت. السلام عليكم. هلو، ويلكم. بدات غباوه، عايز اكلم يوسف صابر. مين حضرتك؟ ده المعلم نخنوخ. يا غبي ما تزيحش، نخنوخ قتل قتلها. Are you guest or visitor here? If you are visitor I should call him. قتل قتلها. Hello.
ايوه يا جينا. واحد عاوزه؟ قالك صاحب يوسف؟ انا ماليش اصحاب، ما حدش يعرف ان انا هنا. حضرتك اسمك ايه؟ واحد صاحبه من الحته وجاي يعمل له ذهول في المفاجاه. صاحبه من الحته؟ رحت في داهيه. بصي قولي له هو جاي اجازه يوم واحد ونزل مصر تاني. يوسف نزل مصر؟ اي حد يسال عليه قولي مش موجود. هو نازل مصر يا فندم؟ نزل؟ متاكده؟ شفتيه وهو بيسيب الفندق؟ رد يا بنت. تخوفهاش. انا مالش كوت بنفسي. هو نازل مصر يا فندم؟ نزل مصر؟ ماشي يا مصر ماشي. الو، بقول الو. ايه باشا؟ ايه يا عم انت فين؟ صباح العسل يا باشا، انت فين؟ انت هناك ولا هنا؟ ما تلخبطناش. اجي لك عينيا. انت مين؟ انا نخنوخ. نخنوخ مين؟ قتل قتله. انت جاي تهزر؟ هي ناقصها غور غور. وزقنا انا ولا زقك انت؟ زقك انت يا ريس. نهار الاسوء. ما تهزرش بقى. دخلت لي اسم شرطة يا غبي. اسم شرطة ده ايه؟ ده بيتي. انتوا مين؟ كلمة كمان والرصاصة هتتفسح في الفوق. الواد ده ابنك؟ انا واد. ده اللي اتفرتك ده ابني. ولا دمشة؟ نعم يا ريس. خش اعمل لنا انا وانت كوبايتين شاي. استنى تشرب حاجة؟ شاي. اعمل لنا انا وانت كوبايتين. يا فرد دمشة تفرول. دمشة خليك معايا. طيب بعد يوسف ابنك فين؟ مش بقول لك ابنك فين؟ ابني في كلية الشرطة. ده لو موجود ما كنتش تقدر تدخل الحارة من اصله. هو الشاي فين؟ عندك في العلبة الزرقاء اللي في وشك. الواد مش في كلية الشرطة. ابنك بيضحك عليك يا حاج. انا ابني مش كذاب. في ضابط بيكذب. هو السكر فين؟ عندك في العلبه الخضراء اللي في قفاك. لو ما قلتش ابنك فين تبقى بتدمر نفسك وبتدمر دبشك. انا ابني طالب في كليه الشرطه ولو كان موجود كان زمانه حبسك. انت بتزعق لي هذا حد؟ لا لا بتزعق لي؟ لا لا بتزعق لي. هو البراد فين؟ عندك على الرف البنفسجي فوق راسك. بقول لك ايه؟ البنت دي مين؟ جارة بيضة. دي واحدة كده خطيبته، يعني زي ما بتقول بيحبوا بعض. تعرف عنوانها؟ لا بس عارف تليفونها. حلو. هو المطبخ فين؟ قليل يا باشا، قليل ابو العطاشة. يا باشا افتح. اتس ماي فريند سفينة. وعشني 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 يا ابن عم. وعشني والله. ايه ده مالك يا ابن عم؟ ايه ده انت بتعيط لي؟ في حلوات مالك؟ ايه ده اصلا انا كنت فاكر نفسي بحلم بسفينه، بس انا متاكد دلوقتي ان انا مش بحلم. يا باشا مش فاهم حاجه. ولا انا فاهم حاجه. تعال فاهم. تعال يا باشا. وفي ايه؟ مالك بتعيط لي يا باشا؟ ما تحكي لي. انا مال فريندك صاحبك، احكي لي. سفينه انا في مصيبه مش عارف اخرج منها ازاي. مصيبه ايه لا سمح الله؟ احكي لي يا باشا. شايف الشنطه دي؟ مالها؟ افتحها. عامل لي مفاجاه صح؟ افتحها يا عسل افتحها. الله 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 على الحركات يا باشا. الله سلم عليك. دي عشان التدريب. ها تروح انت ماسك المسدس وانت اساس في النشال. طخ طخ تروح ضرب. بس استاذ وتامن بالله، راس حقيقيه بالظبط. ما هي حقيقيه. ها والله العظيم حقيقيه. وجت معايا غلط من مصر. مصر؟ يعني انت خفت من مصر وما خفتش من راس؟ يا عمال يا عمال ما تفضحناش. يا عم 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 ما تف
ولو ما قلتوش الواد يوسف فين هجيب لكم ابهاتهم يقطعوكم. لا جرايه يا بنت جرايه ده حاج احنا مش ناويين تعترفوا. قلت لك ما اعرفش. ما تسال عليه في الكليه وتريحنا. سالت في الكليه قالوا لي ما فيش اسم كده. اخلص انا ابني مقاعد في الكليه طالب برتبه عريف. بجد يا عمي؟ طبعا ده قرب يتخرج كمان. يعني مش ناويين تعترفوا. انا قلت اللي عندي. حلو قوي. دبشة جاهز يا ريس. ثبت راسك. في ايه؟ ثبت راسك. في ايه؟ نشن يالا. انشن على مين يا ريس؟ نشن على البرتقانه اللي على دماغها انا يالا. انت ادرى يا كريم يا رب. لا سفينة اصحى بوس ايدك ما تخليهاش مصيبتين. ابوس ايدك اصحى سفينة ايه يا باشا؟ ما تخافش لا غايب ما تبصلهاش خالص. اهدى انا هفهمك كل حاجة. اهدى بالراحة. اولا لازم تعرف كويس قوي ان الشنطة دي مش بتاعتي ولا بتاعتي من مصعب. انا عارف انها مش بتاعتك. ركز بس انا هفهمك كل حاجة. الشنطة دي جات معايا غلط من مصر. مصر انا مش فاهم في ايه بينك وبين مصر. انا كل ما اقول لك مصر تخاف كده يا سفينه. انا مالك البوليس يا باشا؟ محدش هيصدق. هو انت مش بوليس؟ لا انا مش بوليس. لا يا باشا فهمني ايه يعني؟ اما انا اللي بوليس؟ لا هفهمك فهمني. هفهمك بصراحه انا ما نجحتش في اختبارات كليه الشرطه. ايه؟ انت مش يوسف؟ وربنا يوسف. والله العظيم يوسف. لا يعني انا هكدب عليك بعد الامر ده؟ والله العظيم انت ما يوسف. يا ابني يوسف يا عم افتح لي الفندق. اهدى يا عم افتح لي سيبشن. ابوس ايدك. اهدى يا عم يا سفينه. ما تفتحناش يا ابني. ما تفتحناش يا عم. ولا يا ابني ولا يا ابني. خليك كده كفايه حرام. كفايه عصير برتقال في عينيا بقت سكري. خلاص في هعمل بيبي برتقال. طب بسرعه قصدي بسرعه ركز معايا. انا معاك اهو. ها نعم ركز معايا. انا معاك اهو. معاك الشنطه دي بتاعت ابنك. أيوة. ودي هدوم ابنك. ايوه ابني. حلو يا رب تفهم. شنطه ابنك دي انا خدتها وهو خد شنطتي. اخرس يا كلب. انا ابني مش حرامي. ايوه مش حرامي ده صابت عند الدنيا. اخرسي ماتت. اخرس. طيب حاضر. الشنطه اللي مع ابنك فيها راس تمنها نص مليون جنيه. ليه يا اخويا؟ راس تطعنخ امون؟ انت بتتاجر في الاثار يا راجل انت؟ راس بني ادم انا اللي قتله بايدي. لو ابنك اتمسك بيها هيروح في 60 داهيه. لا ابوس ايدك اتصرف يا عم اتصرف. طيب بس ما تهزنيش. اسمع يا نخلوخ انت انا مستعد اجيب لك الشنطه مرازي وتديني حلاوتي. ماشي الديل بس عارف لو لعبت بديلك ايه اللي هيحصل لك. ديلي هو انا بقى فيا ديل؟ فكني خليني استحم واعرف اتكتك. نعم يا ريس. عايز عينيك ما تنزلش. بلاش عينيك. عايزك تراقب صابر. عارف صابر؟ لا يا ريس. مش مهم. المهم هو ما يشوفكش وانت بتراقبه. وجب يا ريس نخنوخ. يلا اتكل على الله. يوسف. اعمل ايه في اللي انا فيه ده يا ناس؟ سقطت في الكلية وقلت عادي. كدبت على الناس كلها وقلت تعدي. لكن اتبلي براس بني آدم. راس يا ناس. ما
ايه ده؟ ايه يا باشا؟ خضتني؟ خضتني؟ انت اللي خضتني، جايب لي جسمي يا سفينة، هو انا ناقص؟ طلع علينا المشكلة، سرقته من المخزن، رميت الدماغ بتاعته، وهنحط الدماغ بتاعتنا دي هنا، ورجعه زي ما كان، ولا من شيف ولا من ديري. طب الله العظيم انت بتفهم يا ده سفينة. تلميذك يا باشا. طب يلا يلا ننفذ الخطة. يلا. يلا يا باشا. الرحمن الرحيم. الراس راحت فين؟ كويس ان هي غارت. انت زعلان ليه؟ الراس فين يا ده سفينه؟ والله العظيم ما خدت حاجه. الراس تطلع دلوقتي لو اديك في داهيه. والله ما خدت حاجه يا باشا. اوعى البتاع دي من سكتي. ايه يا باشا مالك؟ اقسم بالله الراس دي لو ما ظهرت دلوقتي لا تعرسك وحطها مكانها. انت هتخوني في راس يا باشا. ده انا هخونك في صباع يا معفن. الراس تطلع. الراس تطلع دلوقتي. والله العظيم ما خدت. طب اهو كله تمام يا خنوخ. لا الفلوس الاول حل. انت فين امال؟ مالكش دعوه انا فين، فلوسك في الحفظ وفي السول. بقول لك ايه، سلام دلوقتي، اصل داخل على لجنه. وقف حلتها. اقف. بتتكلم في الموبايل وانت سايق؟ ما فيهاش حاجه يا باشا، ما كل الناس بتتكلم. وكمان بتبجح؟ انزل من العربيه. حاضر يا باشا. يا باشا انا ما اقصدش ابجح ولا حاجه. خش اتفضل اتفضل اتفضل. حاضر. فتشوا العربيه. فتشوا العربيه ليه يا باشا؟ العربيه ما فيهاش حاجه. فتشوا العربيه. افتح افتح. اخلص. اطلع اطلع. دينا شوف دي في العربيه. افتح. ايه ده؟ راس مين دي؟ عم صبري اتمسك بالشنطة. ما خرب بيتك يا عم صبري. وبعدين يا ريس، عم صبري اتمسك بالشنطة. ضيعني الحيوان. والبت دي هنعمل فيها يا ريس بعد ما عم صبري اتمسك بالشنطة؟ ولا مالي مع عم صبري، هو اللي اتمسك بالشنطة. خلاص يا بت، بت دي هتشرف معانا لغاية ما نشوف حل في المصيبة دي. مصيبة ايه يا ريس؟ بتاعت عم صبري اتمسك بالشنطة. يا باشا الشنطة دي مش بتاعتي، مش بتاعتي. احلف لك بيه عشان تسكت. الكلام ده بقوله في الاسم. حبيبي بابا. حبيبي بابا. حبيبي اجمد يا يوسف. ابوك لاول مره في حياته مظلوم، وانت الوحيد اللي هتقدر تثبت براءته. ما تخافش يا بابا، انا مستعد اعترف لهم ان الشنطه بتاعتي. لا لا اوعى تعمل كده. لو انت ابني بصحيح تثبت براءه ابوك وتنقذ حبيبه. حبيبه؟ هي فين حبيبه؟ مخطوفه. مين اللي خطفها؟ نخنوخ صاحب الراس، الراجل اللي اتبدلت شنطتك معاه في الاوتوبيس. انا مرضيش اقول الكلام ده لوكيل النيابه عشان انت اللي تقوم بالمهمه دي لوحدك يا بطل. طب تورطنا بابا وتقول لي بطل. ماشي هتشوف، هتشوف ابنك هيعمل ايه. زمالك هو حسام حسن، ابراهيم حسن، تصعيده عاليه، وائل جمعه يطاعها على طول، لابراهيم سعيد اللي عامل مباراه. يا نهار احوس، ده احنا خاطفين واحده. هو حسام غالي في وسط. جعانه جعانه قوي. انتوا يا عصابه، انتوا يا منحرفين، انتوا يا اللي خاطفيني. هي الناس اللي هنا ما بتهتمش بالمخطوفين ليه؟ مالك يا بت عامله دوشه ليه؟ انا مش فاضيلك، انا قاعد بتفرج على ماتش كره هيجنني. كل فرقه نازله ب 22 لعيب وكورتين. يعني بتتفرج على الماتشيات دي كلها وسايبني لوحدي؟ انا بخاف. تخافي من ايه؟ ما انت مخطوفه. انا جعانه قوي، وانا والله هموت من الجوع، بس مفيش اكل هنا، حاجه تقرف. طب ما تطلب لنا اكل يا اسمكاي. دب اطلب لنا اكل عشان خاطر. بس ازاي يعني ديليفري؟ لا ما اعرفش حد بالاسم ده هنا. ده واحد صاحبنا انت ما تعرفوش، فاتح محل سمك وبيعمل ملوخيه كده. اطلب لنا اكل والحساب عندي. ماشي بس ما تقوليش لحد. ها عيب. قولي الرقم. 010 355 138. ما ترد. نمره غريبه مش رادت. يا ترى انت فين يا حبيبه؟ يا ترى انت فين يا حبيبه؟ ما ترد، يمكن نمره مهمه.
ايوه ايه سمك؟ بطلوا السفاله وقلة ادب بقى على المسا. هقول له حبيبه اللي بتاكل عندك كل سنه وتعالى بسرعه احسن هتموت من الجوع. بتقول لك حبيبه زبونه عندك. ايوه يا عم هي حبيبه. هدي له العنوان بسرعه. بيت انا شكيت فيك يا بيت ما تعملهمش عليا. ليه بس كده؟ ليه بس؟ ادي له العنوان يجي هو. ما تدفعيش الحساب. لا هدفع هدفع. قولي له انت بنفسك يا ناصحه حبيبه معاك ايه؟ تعالى بسرعه احسن هموت من الجوع. ما تخافيش يا حبيبه ما تخافيش انا هتصرف. سفينة ورقة وقلم واكتب اللي هقولك عليه بسرعة. ورقة وقلم؟ حاضر ماشي هقول. اكتب 2 كيلو جمبري. جمبري ايه؟ اكتب ماشي ماشي. جمبري وكيلو صبيت. صبيت. وبابا غنوه. غنون. غنون ايه يابا؟ اكتب ماشي. حاضر يا حبيبتي حاضر. طب بقولك ايه، اديني الراجل اللي معاك ده عشان اخد منه العنوان. ايه يا باشا؟ دي الفيلا. تعال ورايا. ريحه ايه دي؟ سمك. ايوه ايوه انا خنطت من على السور ده. وانا اعمل ايه بالسمك ده؟ انت هتخبط على الباب. اه اللي هيفتح لك اديله السمك وحاسبه. اه واقعد ارغي في الحوار ما تاثرش بسرعه. ماشي. ولو حسيت باي قلق اديني رن على الموبايل. بقول لك ايه، انت هتعرف تنط السور ده؟ طبعا. لا اله الا الله محمد رسول الله. النهارده الخميس يعني عيد ميلاد ابليس. ده مش حيوان ساب التلفزيون ولا كاب السالك كهربا. اما اشوفه بس هشرب من دمه. انا بحب دم الواد ده مش قوي. ارضيه وفاروق نايم. انا هو كان بيتي ابونا كان قصدي ومين ومين. انت خربت يا بنت. التليفون كان دلوقتي ده لو رن كنت ذبحه. ضحكتيني يا بنت وانا متضايق. اطلبك تاني. الاهلي بيتناقل الكره في سهوله ويسر وثقه والنتيجه طبعا. الصوت ده جاي من التلفزيون. وجاي حد بيرن لي المذيع. قفشه تانيه حلوه برضك يا بنت. يا وزع مصر وزع مصر. وابراهيم سعيد كارت احمر مفيش طبعا مناقشه مع الحكم. يمكن ايه الظلم ده؟ الله وانا كل ماتش اطرد. عملت ايه انا يعني عشان اطرد؟ ما تطلع قاعد وانت ساكت. ده لعيب رخم قوي. ماشي ماشي. الواد ده غريب. مره يزمخ شعره مره يتخن نفسه. واد عجيب. ايه ده باشا؟ قلعوك ليه كده؟ يا غبي انا قلعت بمزاجي. المهم انت كويس. بقولك ايه؟ انت ضحك بنار والدنيا هنا. وبقولك ايه؟ بتيجي نبلغ البوليس. بوليس ايه يا غبي اللي عايزنا نبلغه؟ ده هي دي اللحظه اللي انا بستناها. يلا بينا يلا بينا. اسعدت الباشا ما تقلقش. محدش يقدر يقبض عليك ولا بلغ عنك. البنت معايا. هاتها وهات كل اللي معاك. تعالوا لي على اليخت. امرك اوامر. دبشه. هلا دبشة. نعم يا ريس. هلا جهز لنا هلا العربية وجهز لنا البيت وشوف لنا أي حاجة نشربها عشان نفوق. ماشي يا ريس. هجيب لكم إزازتين بيرة مشبرين. صح. يا يلا يلا. إيه مش هتطفي التلفزيون ده الأول؟ صح برضه. يلا أدي أنت وهو وهو على ما نوصل هيبقى الصوت. يلا
عم اهو بالراحه. طيب دوعى يا عم خفيف. اهلا اهلا بالحبايب، نورتونا يا باشا. المعامله التحتانيه ده يا باشا. لا الفوقانيه هتبقى احسن يا نخنخ. على مؤاخذه يا باشا، انا عايز فلوسي 499,960 جنيه. انت عبيط يالا، الشنطه مع البوليس، يعني كده هتودينا كلنا في داهيه. مش نخلوخه باشا اللي تغادر بيه عدم المؤاخذه. حبيبه موته حبيبه. ايه افرج جبت صباعي. لو اتاخرت 10 دقايق هبلغ البوليس. على فكره انت اللي معطلني. اوعى. ربنا معاك يا باشا. فلوسي. اوعى يلا. ما انا قلت لك يا باشا بتعرف تعوم، وقلت لي انت عبيط. العويجة يا جدعان، العويجة العويجة. مش نخلوخة. لا احنا ببلاش. اوعى. بتاتي انا قلت لك انت الواي 40 جنيه، ده تذكرة الترماني 60 جنيه. تعمل ايه يا نالا؟ لا مفيش، انا كنت معدي بس سمعت دوشه عندكم قلت اشوف في حاجه ولا ايه. يلا نمشي من هنا. حاضر حاضر. انا جاي يا كبير، انا جاي يا كبير. اضرب يا كبير. ما تقوليش يا كبير، ما تقوليش انا صغير. ماشي يا صغير. انا صغير. يا ترى ايه اللي حصل؟ ما كنتش اتعلم العوم وعاش؟ ده ايه المكان اللي كل الناس بتقع فيه ده؟ اهرب ولا اجري ولا تعالى. حبيبه ويك حبيبي، وحشتني. انت كمان وحشتيني قوي. ايه ده انت مبلول كده ليه؟ مش قلت لك كل اللي بينا شويه ميه؟ في حد بيطير بني ادمين هنا على فكره. ما قتليش. دي وقعتني. ولا فين؟ ولا أخيراً واقف إيدي يا فخفوخ. أنا اسمي نخنوخ، وخليك فاكر الاسم ده كويس أوي. المهم تبقى فاكره أنت. أهلاً يا كبير. فين رماك هنا؟ أنا أنت مش عارف إنهم هيرموني هنا. معلش يا كبير، معلش. أنا حبيبة يا ماركت، دي بلاش كبير ولا إيه؟ يلا بسرعة انت وهو، لمهم على المركب الصغير. يلا يا كتاكيت، بيتك. خش يا باشا. وقف يا انت اهو. انا بتاعك اهو. وقف يا لسي يا ابن الرصي. وقف يا لسي يا ابن الرصي. يا ابن الرصي. يا ابن الرصي. يا ابن الرصي. يا ابن صبري، من فضلك فتش هاند باك بتاعتي. ده هاند باك بليز. شو
باي دانكي في باتيلا في ميخ دونت وات باي دانكي في باتيلا في ميخ دونت عميتاب بيتشان They are following us. We'll be right back.
Now I can tell you welcome to Cairo. Thank you. معاكي حاجة يا مدام؟ معايا؟ معايا جوزي محمود. يا محمود دي محمود جوزي. معلش يا ناهد. ايوه يا استاذ شريف. باسبور الست دي مزور. ليه؟ مكتوب ان اسمها نسمة. طب ده فيها ايه يعني؟ ما هو ده التزوير. ليه؟ لما دي يسموها نسمة، مين حيسموه عواصف وغدير وأخطال؟ بقولك إيه؟ عايزك تاخديها للتفتيش الذاتي. ليه أنت شاكك في حاجة؟ أيوه. إيه؟ شاكك إنها تكون مهربة لحمة. شت. طيب تفضلي يا مدام على أنسة ناهد، تفتيش صغير. تفتيش؟ ولزومه إيه؟ أنا مش جايبة حاجة. دي كلها كده شوية حاجات صغيرة للاستعمال الشخصي. أنا فاهم، ما أنت هتروحي بس معايا المشوار الصغير ده قبل لما أنا أدور في الحاجات الشخصية دي. يا دارس اتفضلي معايا يا مدام، اتفضلي. محمود خليك هنا جنب الشنطة. طيب. أوعى تمشي. طيب. وأنا كمان يا أستاذ هتفتشوني ذاتي. ده مفيش حاجة تفتش يا بابا. انت اتكلمت عربي كويس حبيبي. انا ومدام عشنا في مصر حوالي 10 سنين. اخلين وساخلين اخلين وساخلين. يا سلام. مالك مدام؟ مالك دابانا؟ دابانا انت تريش؟ نعم. مدام في الوانزا. الف سلامة. اخلين وساخلين اخلين وساخلين. طيب انتوا بقى بتفضلوا معايا فين يا بيه؟ مشوار صغير نشوف المدام بتريش ليه؟ احتمال عندها انفلونزا ولا عندها نزل برد، برضه نعالجها ليمون في الروقان. اوكي كمان بليز. اخلن وساخلن اخلن وساخلن. شرفتوا. اخلن وساخلن. خيروين خيروين انت هربي خيرويني خلبوسه. Your family night is black. يعني بالعربي ليلة أهلكم سودا. في عرضك عندنا عيال عايزين نربيهم. وإحنا عندنا عيال عايزين نربيهم، وإنتم بالسم ده بتقتلوهم يا ولاد الكلب. مين قدك يا عم؟ ماسك النهارده كيلو هيروين بمليون جنيه، شوف مكافأتك هتطلع قد إيه بقى. يا دي النيلة يا دي النيلة. ما تبطل قر بقى يا صبري. تصوري يا انسه ناهد، انا مفتش النهارده 100 شنطه وما طلعتش راديو ترانزستور، وهو الشنطه الوحيده اللي فتحها مطلع منها كيلو هيروين. دليله جت دليله بحظنا الامام. طول ما انت عمال تقر وتنق كده يا صبري عمرك ما هتفلح ابدا. قر انت نافع فيك قر. ما انا بقر عليك من يوم ما تعيننا. ايه اللي حصل؟ عمال تعلى وتترقى وتزيد لحد ما بقيت رئيس ورديه وانا متنيل زي ما انا. ما تنساش يا صبري ان الشريف وصل للمكانه اللي فيها دي بمجهود وشطارته، وبعدين بقى ده احسن مأمور مسك قضايا. حظ بكيلو لحد عنده شرط المتعبيه بلاوي، وانا ما توقعش تحت ايدي الا الشرط الكحيانه اللي مليانه شرابات وفانيلات. حظ طول عمره محظوظ في كل حاجه. صينيه بسبوسه تستاهل بقك يا مشرف. تسلم لي مجايبك يا حبيبي. ربنا يخليكي يا ابني.
امسك ايدك شويه في المصروف، انت ماهيتك يا دوب على القد. يما سيبيها على الله، خير ربنا كتير. ربنا ما يحرمني منك ولا من دخلتك عليا يا ضنايا. بس على شرط ما يكونش بقلوب فاضيه. بس يا واد، دي واحده حبيبي احضر لك العشاء. طيب يما بس بسرعه احسن انا واقع من الجوع. مش ليه؟ نعم. مصروف بعد. مصروف يا ولد. انت مش لسه واخد فلوس وبعدين لسه فاضل في الشهر 10 ايام. ما انت عارف كل حاجه بتغلى، وكمان انت عارف انا بعمل فيهم ايه؟ ما كله رايح على الاقلام والاساتيك بس 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 هتستهبل عليا؟ كله رايح على الاساتيك والكراريس ولا على البت المزغوله بتعه؟ حلبسه. حلبسه؟ اي يا اخويا اوعى تنكر، اوعى تنكر. انا شايفك امبارح وانت واقف معاها على باب الحاره جنب عربيه وزه بتاعت الحلبسه. طب وايه يعني؟ ما انا شفتك اول امبارح انت وقبل ناهد قاعدين في كازن اللي عنيل بتاكلوا فلاتي. شش، انت بتجس عليا ولا؟ لا انا حبيت اقول لك بس. شش شويش، امك تسمع وبعدين تفتح لي موضوع الجواز تاني. امسك ادي مصروف الشهر اهو مقدم، يلا تشكر يا سوق. نعم، ما انت فالح يا بتاع بدعه. عامله ايه مع شريف يا نادي؟ اهو لا جديد. هو ما راحش قابل مامتك؟ لا. طب ومستنيه ايه؟ مش عارف. اسمعي يا ناه، انت عايزه رايي بصراحه. اللي زي شريف دولت بتوع تسليه وبس، مالهمش في الجواز ابدا. لا لا لا، بالعكس، شريف مش زي ما انت فاهمه. دايما يكلمني عن الحياه الزوجيه والاولاد والاسره، بس هو متردد شويه عشان ظروفه الماديه. وبعدين ما تنسيش ان هو مسؤول عن والدته وعن اخوه، ومساله الجواز دي مش مساله سهله. طب يا بنتي وانت ذنبك ايه؟ اللي زي شريف ده موظف، والموظفين دول حالهم ما بيصلحش ابدا. هاي صباح الخير يا نسات. اهلا يا شريف، اتفضل. طب يا جماعه استاذن انا بقى وهبعتلكم في الاتوبيس. باي باي. باي باي، نيفر مايند. نايم كويس انها مشيت. اصل بصراحه عايز اتكلم معاكي في موضوع خاص شويه. موضوع خاص ايه يعني؟ يعني انا كنت متردد افتحك في الموضوع دوت من فتره، بس اكتشفت ان الوقت بيجري، فقلت لازم احسم المساله دي بشكل نهائي وتجاوبيني يا يا لا. تحسم مساله ايه؟ انا مش فاهم. ناهد، انا عايز اجي لكم البيت بكره عشان اقابل ماما. بكره؟ بكره؟ ايوه. خير؟ خير ان شاء الله. بصراحة في واحدة ست جارتنا اسمها كوثر، ست غلبانة، عايزة تنقل ابنها من مدرسته في مدرسة قريبة من سكنها. قلت لها اكتبي طلب، وأنا عشم كبير في والدتك إنها تساعدها باعتبارها موظفة جامدة في وزارة التربية والتعليم. هو ده الموضوع اللي كنت عاوز تقابل ماما عشانه يا شريف؟ أيوة يا نهى، أنا صحيح كنت متردد وخجلان لأني ما بحبش حكاية الوسط دي نهائيا، بس لقيت انها مساله انسانيه ما تحتملش اي تاخير. لو انت اكيد في بلاغ جه للبوليس على مانولي وريجينا. دول كانوا خلاص هيخرجوا بالشرط. تلاقيهم اتلخموا قدامه وبان في عينيهم الخوف، عشان كده فتشهم. اصل كمان المقور اللي مسكهم ده معروف في كل الجمرك انه ارزل واغلس رئيس ورديه، واللي بيقع تحت ايده بيتبهدل تفتيش. مين الواد ده؟ شوفوا هنا ازيك يا شريف بالحب. ازيك؟ معقول اشوفك صدفه بعد السنين كلها؟ يا سيدي مسير الحي اتلاقى، بس هو احنا ايه؟ الله، انت مش فاكرني ولا ايه؟ هي شكلك مش غريب عليا. انا ماهر عباس، زميلك في الاربيه الاعداديه. اوعى تكون نسيتني بقى. ماهر؟ ايوه ماهر عباس. ازيك شريف؟ ازيك يا ماهر؟ بس ايه يا راجل، معقوله حد ينسى زمايل احلى ايام العمر؟ ايوه، بس ماهر كان شكله مختلف تماما عن شكل حضرتك.
وبعدين ما كانش اسمه ماهر. لا ده انت الظاهر عليك ذاكرتك بقت وحشه جدا. طب عارف مين معايا هنا في العربيه؟ مين؟ علي حسين عبد السلام. كان زميلنا في نفس المدرسه بس هو كان في ثالثه رابع. ايه ده؟ علي حسين عبد السلام معاك هنا يا ماهر؟ ايوه. طيب ايه طيب دي؟ على الله تكون مش فاكر كمان علي حسين. إذا كنت أنا ما افتكرتش حضرتك شخصين وأنت واقف قدامي، هفتكر علي حسين أنا ما شفتوش. طب تعالى بس أنت تشوف في العربية هتفتكره على طول. معلش عشان تعالى أنت مش هيصدق لما يشوفك. الزملاء مستنيين. بس الزملاء إيه؟ تعالى بس أنا فاهمك. هقول لك بس شريف تعالى اسمع الكلام. لا ده أنا ما صدقت لا إيه؟ لا تعالى بس. مش هعرف أروح بعد كده. شفت قابلت مين بالصدفة علي؟ شريف. إيه ده؟ شريف مهران؟ مش ممكن بالحب يا شريف. منور. ايه يا شريف مالك بتبحلقلك كده ليه؟ زي ما تكون مش فاكرني. انت كنت معايا في العربيه الاعداديه مش كده؟ ايوه. علشان كان بيحط قطن في ودانه. لا هو كان بيحطها على عينه الشمال. يا سيدي ما تفرقش مع عينه جنب ودنه. الله، هو شريف بيه هيفضل يرغي ويسيبنا ملطوعين كده؟ اضرب له كلاكس عاشور ولا يلا بينا نمشي ونسيبه يكمل كلامه على البهوات اللي معاه. طب يا جماعه، رغم اننا ما زلنا نعاني ان احنا نقدر نفتكر بعض كزملاء قدام، انما هنعتبرها فرصه سعيده. صحيح فين يا راجل؟ ده احنا ما صدقنا اعترنا فيك بعد السنين دي كلها. ايوه ما هو في زملاء اخرين مستنيين في الاوتوبيس. طب استنى بس، انت مش بتفهم كولونيا؟ كولونيا ايه؟ انا جايبها من سوق الحره وخايف تكون مضروبه. بس شوف بس، قول لي رايك. ليه يا علي ليه تحط لي كلونيا؟ انا ما بحبش الكلونيا يا علي. ليه يا علي؟ اطلع فرج. ممكن اتشرف بالوعاء جنبك يا انسه نايت؟ ليه كرسيك حصل له حاجه؟ لا ابدا، بس ونقعد نسلي بعض طول السكه. اتفضل. رغم ان انا دايما اقول على شريف انه محظوظ، لكن انا حاسس النهارده ان انا محظوظ اكتر منه مليون مره. اشمعنى يعني؟ لان الحظ اساعدني وهقعد جنبك طول السكه. تقتل اللي قتلته. قتلت مين بس؟ القتيل اللي انتوا بتدوروا على اللي قتله. ومين اللي قالك ان احنا بندور على قاتل؟ امال يعني كل اللي متجمعين ليه؟ عشان الموضوع اخطر بكتير من القتل. اخطر بكتير. طيب الله الله. شريف فوق. شريف فوق. انا هعترف. انا هعترف بكل حاجه. هعترف بايه بس؟ الله العظيم انا مين حياتي. أنا أمي من الأدهم. أنا كوثر جارتنا ضربت أمي أخويا. ضربتها راس السور وإنه كان ممكن يعني يترش فيها. أنا ماما راحت لها تقول لها ليه كوثر كده؟ ده إحنا عايشين في الحارة مع بعض. كوثر مين وأمك مين؟ أنت فاكر إن إحنا جايبينك هنا عشان خناقة أمك؟ خلاص شوفوا أنتوا عايزين أعترف بيه وأنا هعترف. تحت أمركم. علي علي ماهر حبيبي ماهر. الإرهابية والبهمية مش أنتوا؟ أنتوا الحاجات دي؟ افتكرتكم. انا كنت فقد الذاكره بس الحمد لله رجعت لي. احمدك يا رب. انا اسف اذا كنتوا زعلانينك مني، ما افتكرتكمش من الاول. فانا حمار حقوق عليا. ادي راسك يا ماهر. ماهر شريف خلاص اخوات، ده احنا زمايل من زمان. شريف احنا حبايبي. الله يا ريا شريف، ما تقدر تمسك نفسك؟ امال امسك نفسي ازاي بيه؟ حد يشوف المهرجان ده كله ويعرف يمسك نفسه؟ ده انا بشوف عسكري المرور بيه في الشارع ما تراعيش. والله
انا مش عارف يعني انا ماهر. شريف مش معقول كده. شريف ما تخافش ما تخافش يا شريف، احنا مش عايزين نأذيك ولا ناويين نضرك، بالعكس احنا عايزينك انت اللي تساعدنا. ايوه اساعدكم؟ ايوه انتوا عايزيني انا اساعدكم؟ ايوه والله العظيم كل اللي احتاجه معايا في جيبي 15 جنيه وسبع ساعات لو يخلصكم انا ما عنديش فعل. يا شريف يا شريف اهدى بقى كده واقعد عشان نعرف نتكلم. خد سيجاره تحت امرك عينيا. مالك؟ في ايه؟ اصلي ما بدخنش. لما ما بتدخنش خدتها ليه يا شريف؟ وانا اقدر ارفض لك طلب؟ هات. طيب ممكن نتكلم بقى؟ هنتكلم في ايه؟ هنتكلم في موضوع في غايه الاهميه، عشان كده عايزك تهدى وتمسك اعصابك وتسمع الكلام اللي هنقوله لك كويس قوي. طب ممكن اسال سؤال؟ اتفضل اسال تحت امرك. احنا هنا فين؟ احنا في وزاره الداخليه. ايه ده يا جماعه؟ هو في حاجة في البلد؟ مفيش يا سيدي حاجة في البلد، البلد بخير. ممكن تسمعني بقى؟ بس قبل ما نتكلم في الموضوع عايز الأول أعرفك بيها. سيادة اللواء عبد الحميد زهران مدير مصلحة الأمن العام. سيادة اللواء شكر حسين مدير إدارة مكافحة المخدرات. سيادة العميد عباس منصور رئيس المكتب المركزي للشرطة الدولية. سيادة اللواء فريد عبد السلام مدير مباحث أمن الدولة. سيادة اللواء حسين الأليوبي مدير أمن المواني. المقدم ماهر عباس من مباحث القاهرة. ازيك يا ماهر؟ ازيك أخويا؟ وأنا يا سيدي المقدم علي حسين من مباحث القاهرة برضه. الله، أمال فين سيادة اللواء مدير الإدارة الطبية؟ عايزه ليه؟ أبدا، بلغوه إن في مواطن في الوزارة جات له أزمة قلبية. أستاذ شريف، احنا لاحظنا في الفترة الأخيرة إن في كميات كبيرة جدا من المخدرات بيتم تهريبها لداخل البلد، وواضح من نوعية المخدرات دي اللي احنا بنقوم بضبطها ومن طريقة تهريبها إن العمليات دي وراها شبكة تهريب دولية كبيرة خارج مصر، وإن الشبكة دي على صلة بشخص موجود ومقيم داخل البلد، وإن الشخص ده هو اللي بيقوم بتنظيم وتنفيذ عملياتهم الخاصة بتهريب المخدرات، وبعد كده بيقوم عن طريق اعوان لي بتوزيع البضاعه المتهربه على تجار المخدرات. الكلام ده بياكد حقيقه واحده، ان في جهات يهمها جدا تخريب شبابنا واقتصادنا تخريب كامل. احنا في حاله حرب يا شريف، حرب ما تقلش في عنفها وشراستها عن حرب الدبابات والطيارات والمدافع، اذا ما كانتش اشد واشرس منها كمان. شوف يا شريف، احنا من كام يوم لاحظنا ان في ناس بيراقبوك، والناس دول بيشتغلوا تبع عصابة كبيرة من عصابات التهريب. طيب وبتوع العصابة دول يراقبوني أنا ليه؟ أكيد هم عايزين منك حاجة، وطبعاً ما تنساش إن مركزك كرئيس وردية في الجمرك ممكن يفيدهم قوي لو جندوك وخلوك تشتغل معاهم. بقى كده؟ طب على الله واحد فيهم يهوب ناحيتي وليكوا عليا أعرف اسمه وعنوانه وأخليكوا تقبضوا عليه في ساعتها. لا بالعكس، إحنا عايزينهم يجندوك ويشغلوك معاهم بالشكل اللي هتفيدنا اكتر. شوف يا شريف، احنا ما يهمناش نعرف افراد العصابه دي، لان معظمهم معروف لينا وتحت مراقبتنا فعلا. احنا يهمنا اولا واخيرا الراس اللي بتشغله، الراجل الكبير اللي بينظم ويخطط مع شبكه المافيا اللي بره. ايوه بس الراجل الكبير ده هنعرفه ازاي؟ هتقعد مع المقدم علي وهو يشرح لك مهمتك بالتفصيل ويفهمك كمان هتقول ايه وتتصرف ازاي. الجماعة هيقابلونا النهاردة بالليل. قلت لهم إن المبلغ لازم يكون جاهز معاهم بالكامل. حصل. إلا قول لي، عملتوا إيه في حكاية الواد مأمور الجمرك إياه؟ ما افتكرش يا بصبص الواد ده هينفعنا. ليه؟ لأنهم الجماعة إياهم بتوع الشرف والأخلاق والحاجات اللي بطلت دي. مفيش حد ملوش ثمن. كل واحد ممكن تشتريه. بس المهم تعرف بكام. شوف يا شريف، أهم حاجة عايزك تعرفها إن الناس اللي هتتعامل معاها دي أذكياء جدا ومن أخطر أنواع المجرمين، يعني أقل غلطة تعملها ممكن تكلفك حياتك. لا أنا مش بقولك كده عشان أخوفك، أنا بس عايزك تفهم حجم وخطورة العملية اللي أنت هتقوم بيها علشان تبقى مصحصح وواعي لأي حاجة تعملها. واعي يعني إيه؟
اذا كان سيادتك لسه قايل لي انهم عملوا كمين قتلوا فيه 4 ضباط مباحث، انا هبقى انصح منهم. لا ما تخافش، اذا مشيت على الخطه اللي احنا رسمينها مظبوط مش هيحصل لك حاجه باذن الله. بس اهم حاجه ان مفيش اي مخلوق مهما كان يعرف اي شيء عن اتفاقنا ده. فاهم انا بقول ايه؟ اي مخلوق حتى والدتك، كلمه غلط واحده ممكن تقولها ممكن تعرض حياتك وحياه اللي هتقولها له للخطر. ربنا يطمنك. ودلوقتي بقى انا هقول لك ازاي هنرمي الطعم للناس دي علشان نشدهم علينا بالراحه واحده واحده كده برضو يا شريف. طب طمني يا ابني، كلم الواد سوكا في القهوه يبلغني انك هتتغدى بره وتتفسح مع اصحابك. معلش يما سامحيني، سوق عليا. قومي يما اعملي كوبايه شاي تقيل اعدل دماغي. شاي ايه دلوقتي يا ابني؟ مالك يا حبيبي ملخبط ليه؟ انا مش ملخبط يا ماما، مش ملخبط كويس. الله، انت كنت بتعزي ولا بتتفسح؟ لا ده يفسح حاجه، كنت بتفسح طبعا. طيب اقوم اعمل لك تاكل. لا مش عايز اكل، مش عايز اكل، ماليش نفس. هعمل لك تاكل غصب عنك. مش عايز اكل يا ماما، ايه رايك بقى؟ هعمل لك الشاي. حاضر. خدتنا عليك يا عم طول النهار وانت قاعد بتتفسح. ليه انت دارين بحاجه؟ خدي ورقه. تعالى. أمجد، عايزك تجيب لي كل الكتب اللي عندك بتاع شارلوك هولمز وارسين لوبين. لا اصل انا وزعتها لاصحابي لما انت قلت لي ما تقراش فيها. يا حبيبي يا بري كلك براءه، هتسافر عليا. انا شايف الكتب دي في اوضه النوم عندك في الدولاب الهدوم نافسها تحت لوحدها. وانت عايزها ليه؟ مش شغلك. الله، انت مش قلت لي ان الكتب دي هايف واللي يقراها يبقى هايف؟ فعلا. طب وانت هتقرا فيها ليه؟ لاني هايف. أمجد احترم نفسك لحبسك، عشان مقدم عليك. هتودي نفسك في داهية وتوديني معاك في داهية. أجيبك معاهم مجلدات تنتن؟ يا ريت. إيه؟ تنتن؟ عايزني أواجه عصابات المافيا والمهربين الأشرار وأنا قاري لهم تنتن؟ المهربين الأشرار مين؟ إيه ده؟ وأنا قلت مهربين أشرار؟ أيوه. لا ولا حاجة، يلا خش هات الكتب. واسمع يا علم، أنا عايزك تنزل نادي فيديو وتجيب لي كل أعمال الزميل جيمس بوند. جيمس بوند؟ شت. يلا. حاضر. برضه الواحد لازم يعرف كل الزملاء اللي سبقوه في الكار عملوا ايه، وهي كلها خبره. ما انا بفتش. معلش انا عايز افتش. وانا كمان عايز افتش. صبري جرالك ايه؟ سيبني شويه. اتفضل معايا يا استاذ. ما هو الاستاذ زميل حضرتك فتشها وما لقاش فيها اي حاجه تستحق الجمركه. وبعدين كل اللي فيها شويه معجون استاذ طبي من نوع خاص. كل ما بكون مسافر بجيب كميه منه عشان الليسه بتاعتي مريضه. لا الف سلام عليك وعلى الليسه بتاعتك. ماشي اتفضل معايا. سوري يا صبري. اتفضل. الأدوية بتاعتك تقعد تدعك في الليسة، تدعك. ها؟ ده غير إن أنا هحميك من جريمة قلب وتهريب مخدرات عقوبتها الإعدام بعيد عنك وعن السامعين. أفتح محضر وأبعت أجيب النيابة والبوليس ولا تدفع من سكات؟ ودي عايزة سؤال. أنا مستعد أدفع لحضرتك بس. بس إيه؟ بس أنا ما معيش المبلغ اللي أنت طلبته مني دلوقتي. نعم يا أخويا، مهرب كيلو ولا كيلو ونص هيروين ومش مسلك مبلغ بسيط زي ده. وتفتكر حضرتك لو معايا المبلغ مش كنت دفعته لك؟ لا شوف بقى، انا اصلي بحب اللمه، ابعت اجيب زمايلنا بتوع المباحث وبتوع النيابه والبوليس. لا فرضك، انا مستعد ادفع. لو سمحت لي اخرج اسلم البضاعه وهجيب لك المبلغ اللي انت طالبه ان شاء الله الفجر النهارده. لا لا
انا عندي اقتراح احلى من كده بكتير. انا هاخد البضاعه في الشنطه واخرج بيها، محدش هيسالني، الشنطه هتبقى عندي. دفعت المبلغ سلمتك الشنطه باللي فيها. قلت يا فله حبيبتي يا فله. شريف يا شريف، ايه رايح فين؟ مروح. الله، طب الاوتوبيس اهو. معلش انا هاخد تاكسي، اصل واصل مشوار قبل ما اروح. ايه الشنطه دي يا شريف؟ دي مش بتاعتي، قصدي بتاعتي، قصدي بتاعت واحد صاحبي، نسيها في الطياره ولقيتها له دلوقتي. ها؟ طيب. باي باي. ها؟ طيب. طب خلي بالك اقعد الاوتوبيس. امال شريف بيه ما ركبش معانا ليه؟ شريف هيفوت على واحد صاحبي. وايه الشنطه اللي معاه دي؟ ما كانتش معاه الصبح يعني؟ ما هي دي بتاعت واحد صاحبه، تعبت منه في الطياره فلقاها فراح يوديها له. ايه ايه وليه ايه يا نسا؟ الشنطه دي انا لسه مفتشها بنفسي، كانت مع راكب جاي من بنكوك. وبعدين شريف بيه طلب يفتشها بنفسه وخدها هي وصاحبها على الاوضه، وبعدين لاحظت ان صاحبها خرج من غيرها. يمكن الشنطه دي غير دي يا صاحبي. لا هي الشنطه شكلها مميز، بقول لك انا لسه مفتشها بنفسي، انا متاكد انها هي. الكلام ده يا صاحبي؟ قولي انت معناها ايه الكلام ده؟ هما اكيد مراقبينك دلوقتي عشان يعرفوا انت واخد الشنطه ورايح بيها على فين. طب واحنا رايحين على فين؟ هوصلك تقابل علي في شقه المعادي. ايه شقه المعادي دي؟ حاسب. لا مفيش حاجة. الشقة دي المفروض انها بتاعتك، احنا مأجرينها مفروش باسمك، وهي دي المكان اللي هتقابل فيه جماعة ياهو. ايوه بس حضرتك مش شايف ان ايجار الشقة دي عالي قوي؟ مش ممكن ان افراد العصابة هيعتقدوا ان انا اقدر عليها لان مرتبي بسيط. لا لا ما تنساش انك انت في نظرهم موظف مرتشي، يعني ممكن تكون مأجرها علشان تتفق فيها على عملك المشبوهة بعيد عن اي حد يعرفك، بعيد عن بيتك. طيب طيب خلاص. الشقة دي مجهزة تجهيز كامل، يعني أي حركة أو همسة هتحصل فيها الأجهزة بتاعتنا هتسجلها بالصوت والصورة، علشان كده عايزك على قد ما تقدر يعني تقابل فيها أفراد العصابة. طيب استفسار صغير ست المقدم، يعني بعد ما العملية تتم بسلام إن شاء الله، مش الشقة دي هتبقى بتاعتي؟ لا يا حبيبي، الشقة دي عودة، أنت عارف لو أي لمبة نقصت منها تخش معانا في اشكالات ما احناش قدها. لا لا على ايه؟ ربنا يوفقكم. على اي حال احنا عرفنا مكان الشقه اللي مخبي فيها شنطه شكري، وانا مجهز الرجاله بتوعنا عشان يطلعوا قبل الفجر ياخدوها من هناك. وانت ليه عايز تعمل كده؟ امال هنسيب له البضاعه؟ لا احنا هناخدها بس بعد ما نتفاعل اللي هو عايزه. طب ليه ما دام نقدر؟ ترى ايه يا هيمه؟ مش هو ده الواد اللي احنا بنلف حواليه بقالنا زمان قوي؟ اهو جالنا لغايه عندنا. ما نمدلوش ايدينا ليه؟ ما دام هنستفيد منه. ايوه بس احنا مش عايزين بينا اغراب يا بسمه. يا جماعه الواد ده احنا محتاجينه. وبعدين احنا مش هندخله بينا زي ما انت فاكر. احنا هنطلب منه خدمات وهندفع له ثمنها زي ما حصل النهارده مع شكري. اسمع يا شكري. انا هبعتك انت وهيمه عند الواد المأمور ده وهقول لكم بالظبط تعملوا ايه. وبعد كده سيبوني انا عليه، انا هعرف ازاي اشغله. وانت بقى الراجل الكبير بتاع العصابه؟ لا انا وسط خير، انا جاي اسلمك الفلوس واستلم المعلوم. امال فين المعلم الكبير بتاعكم؟ احنا ما عندناش معلمين. يعني ايه شغالين سبهلله كده من غير رئيس؟ وانت يهمك في ايه؟ كان عندنا رئيس ولا ملناش؟ لا برضه المفروض الحاجات اللي زي دي اتناقش فيها مع رئيس مجلس اداره العصابه على طول. اصل الكلام يا استاذ شريف، احنا جايبين الفلوس اللي انت طلبتها وعاوزين الشنطه بتاعتنا اللي فيها المسائل. ايوه بس الشنطه اللي فيها المسائل مش موجوده هنا حاليا. خلاص يبقى نروح نجيبها مطرح ما هي موجوده. ايوه بس بالشكل ده هتاخر على الشغل وتخصم لي يوم. جرايه يا استاذ شريف، في حد يبقى في ايده 25000 جنيه وخايف يتخصم له يوم في الحكومه بخمسه سته جنيه؟ ايوه على رايك فعلا، المفروض الموظفين المرتشين اللي زي حالاتي ما يبصوش للحاجات الصغيره دي. ايه ده هذا كلام؟ ايه اللي بتقوله ده يا صبري؟ شريف مهران من أكفأ وانزه الموظفين اللي في الجمرك،
ومفيش مخلوق يقدر يشكك في سلوكه واخلاقه. كل دي اشاعات واوهام، لكن انا بقى الوحيد اللي قدرت اكشف حقيقته المخجله. ما بلغتنيش ليه ساعتها عشان كنا نقدر نظبطه متلبس بجنايه سيدي. معلش عدت المره دي، لكن بعد كده انا هقفله بالمرصاد، لان الاصناف دي بتسيء لينا كموظفين وبتضر البلد كمان. برافو عليك يا شريف، انت نفذت كل التعليمات بالحرف. لا طب بجد ما تخافش عليك، دي حاجات بسيطه بنعملها واحنا سايبين الليله. ده بارك بارك. شوف يا عم شريف، العربية دي من دلوقتي هتبقى تحت تصرفك. ودي هتدوها لي بمناسبة ايه؟ موظف مرتشي زيك لسه لاعب 25,000 جنيه من أكبر عصابة مخدرات، لازم يبقى عنده عربية. بعدين دي هتحتاجها أول الأيام الجاية في تعاملك مع الناس دول. العربية دي مجهزة وهتسهل لنا كتير تحديد مكانك في أي وقت، لأن فيها أجهزة اتصالات ومراقبة. ودي برضو زي شقة؟ تجهيز كامل. لا اقصد يعني هتاخدوها مني زي شقه. طبعا يا حبيب دي عهد. ربنا يوفقكم. شوف يا سيدي، انت بمجرد ما تدخل العربيه وتدور مفتاح الكونتاكت هنقدر عندنا نحدد مكان العربيه بالظبط، وطول ما انت ماشي بيها هنقدر نحدد خط سيرها. جهاز الكاسيت ده لو دوست على الدراع ده كده ناحيتك، الشريط اللي جواه هيسجل لنا الحديث اللي بيدور بينك وبين اللي قاعد معاك. في نفس الوقت هنا في كاميرا هتصور لنا بالأشعة تحت الحمراء اللي على جنبك واللي قاعد وراك. نفس الدراع ده لو دوست عليه لقدام كده هيدي عندنا إشارة إنذار، وده طبعا مش المفروض تستعمله إلا في حالة الخطر الشديد. فهمت اللي قلناه؟ بص بقى معايا على التابلوه. هاي في هنا لمبة حمراء. حمراء لو نورت قدامك مرتين فده معناه ان اللي قاعد معاك ده مسلح. طب وفي الحاله دي انا اعمل ايه؟ تاخد بالك. اه ها. يا سلام. شوف كرسي السواقه ده تحتيه جهاز لاسلكي، وده متصل بغرفه العمليات عندنا مباشره. بس قبل ما تبلغ الرساله اللي انت عايز تبلغها لازم في الاول تقول رقم الكود بتاعك. ونمره الكود بتاعي كام؟ 13. اه يعني ما لقيتوش نمره غيرها؟ معلش حظك كده بقى. افتح التابلو هات اللي جواه. اتفضل. الست اقلام دول في تلاتة منهم لونهم اسود. القلم الاسود لو دوست على السوسته بتاعته هيطلع من مطرح السن غاز، اللي يشمه هيصاب بصدمه عصبيه وشلل مؤقت لمده 10 دقايق. القلم الاحمر لو دوست على السوسته بتاعته هينفجر بعد 30 ثانيه ويصيب اي شخص واقف في مجال 10 امتار. مش واخد بالك انا هبقى ماسك القلم في وسط 10 امتار دول. لا ما انت تعمل حسابك بقى، لو اضطريت تستعمله لازم خلال ال 30 ثانية تكون بعدت اكتر من 10 امتار. واضح؟ شو بقى يا عم شريف، انا دلوقتي شرحت لك كل الخطط والتعليمات وقلت لك كل حاجة تتعلق بمهمتك دي. في اي استفسارات تانية عايزها مني؟ انت بتقول كده ليه؟ زي ما اكون مش هشوفك تاني. ما انت فعلا مش هتشوفني، لا انا ولا ماهر ولا اي حد مننا. طب وافرض ان احتجت؟ انا هكون دايما على اتصال بيك عن طريق الناس اللي شغالين معانا، هيكونوا دايما معاك او حواليك بس من غير ما تعرفهم او تحس بيهم. واذا حبيت ابلغك اي حاجه عن طريق اي حد فيهم هخليه الاول يقول لك الرقم الكود بتاعك. 13. ايوه، وفي حاله الضروره القصوى، ضروره القصوى بس هديك نمره التليفون تتصل بيها وتقول البنهاوي موجود، هعرف انك عايزني. في الحاله دي هبعت لك واحد تقول له كل اللي انت عايزه. طب وليه ما بلغش لحد ده اللي انا عايزه في التليفون؟ ترد عليه في التليفون يعني؟ اه لا، محتمل يكون حد جنبك او سامعك او يكون التليفون متراقب. مش عارفك ان احنا مش متراقبين دلوقتي. يا عم شريف هيراقبونا هنا برضو وزاره الداخليه. اه يس يس سوري. الولاعه دي تحافظي عليها زي عينيكي، لان الميكروفيلم اللي فيها يساوي عمري. في ايه الميكروفيلم ده عشان يبقى زي عمرك جاكي؟ مالكيش دعوه في ايه، انت تعملي اللي انا بقولك عليه وبس. فاهمه؟ فاهمه. الباسبور ده هتسافر بيه من مصر لروما، في روما هتاخدي القطر لغايه باريس، في القطر هيقابلك مسيو زافاتيني، هتديله الولاعه اللي فيها الميكروفيلم.
فاهمة؟ أوكي. أهلا يا ناهد. أهلا يا حبيبتي دي خطوة عزيزة. ميرسي قوي يا طنط. ماما ازيها؟ الحمد لله. على فكرة أنا واخدة على خاطري منها. ليه يا طنط؟ بقى لها مدة كبيرة قوي ما زارتنيش ولا شربت معايا القهوة. إن شاء الله يا طنط عن قريب جدا حضرتك اللي هتزوريها وتشربي معاها الشربات كمان. يا سلام ده يوم المنى وعن قريب إن شاء الله. طبعا إذنكم دقيقة واحدة أصحي شريف لأنه رجع من الشغل تعبان ونام على طول. عن إذنكم. الشغل؟ رجع من الشغل ده إيه؟ مش عارفة. ناهد منى إيه ده؟ إيه المفاجأة الغريبة دي؟ ما فين بقية الزملاء؟ الحقيقة إحنا لعناك ما جتش الشغل النهاردة فقلنا نيجي نطمن عليك. يمكن تكون تعبان ولا حاجة. فعلا اصل صحيت من النوم لقيت جسمي مكسر وهمدان ومصدع وسخن وعندي اللوز فقلت مفيش داعي انزل احسن حاجة زيادة وخد النهاردة اجازة مش اشكال. غريبة مع ان طنط لسه قايلالنا انك نزلت النهاردة الشغل في ميعادك ورجعت ونمت. طنط مين؟ مامتك. مامي بلو. لا ما فعلا انا ما رضيتش اقول قدامها ان انا عيان علشان هي وهمنجيه وخوافه شويه فعملت بالاونطه ان انا لبست نزلت قعدت على القهوه شويه ورجعت. جسمي مكسر. اوعى تكون قلت قدامها ان انا عيان ولا حاجه. يا اهلا وسهلا. انتوا انستونا ونورتونا. ميرسي يا طنط. لو بعت لك العربيه حته تلميعه ايدك بقى مش ليه. ايوه ايوه لما تقول الكلام ده قدام ضيوف اي خلي عندك دم هديك جنيه بحالك. اتفضل خش جوه مش هيتقلب. ظريف ظريف امجد عفريت. عربيه ايه دي لما حالك؟ هو انت جبت عربيه يا شريف؟ يا بنتي ده قصده على العربيه اللي سلموها له النهارده في الشغل. هما سلموك عربيه النهارده في الشغل يا شريف؟ ايوه العربيه في ساعه لما في ايه يا ماما؟ ايه يا ماما؟ ما تقولي تعملي لنا شاي يا حبيبتي. اسم الله على الشوف يا ابني. شاي ما هو قدامك يا حبيبي. ليه يا ماما؟ ليه تعملي شاي يا ماما؟ احنا طالبين قهوه. عايز قهوه مصدع. حاضر يا حبيبي. منورين منورين قوي. ايه حكايه العربيه دي يا شريف؟ لا ما هو اصل لما كنت قاعد على القهوه انا مش قلت لكم ان انا كنت قاعد على القهوه؟ قلت لكم. وانا على القهوه قابلت واحد صاحبي من ايام المدرسه. ما شاء الله دلوقتي بقى تاجر عربيات كبير. اداني عربيه بس بالتقسيط المريح جدا 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 جدا. اديها لك كده على طول من غير ما تدفع لي مقدم؟ لا دفعت مقدم طبعا دي حاجات معروفه. وجبت الفلوس منين يا شريف؟ ده مقدم اي عربيه ما يقلش عن 5000 جنيه. لا استني بقى عشان انتوا مش مركزين معايا. وانا ما دفعتلوش فلوس المقدم. الحقيقه هو اداني العربيه مقابل خدمات. وايه بقى الخدمات اللي انت هتعملها له علشان يديك كده قصادها عربيه؟ بيعجبني فيك يا اخت منى لفتات فعلا حلوه. الحقيقه هو طلب مني امسك له الحسابات بتاعت الشركه واشرف له عليها والمفروض بقى يعني اداني العربيه وهيقسم بقى الاقساط بتاعتها على ال امال ليه قلت لطنط انهم سلموها لك في الشغل؟ انت مش مركزي معايا يا اخوانا ولا ايه؟ ما اصل ما اقدرش اقولها كده نايم لان هتقول لي بقى خساره الفلوس ترميها في العربيه خلي الفلوس دي حوشها عشان المستقبل والجواز والكلام الفارغ ده اللي انت عارفاه. بقى كده يا شريف. يلا يا منى يلا. مع الف سلامه. نورت خطوه عزيزه. يلا ماما يلا يا حبيبتي. سلموني على بقيه الزملاء. مع السلامه مع السلامه. كونوا بلدكم سكه. مش فاهم ايه اصرارك انك مش راضيه تركبي معايا العربيه اوصلك. معلش يا شريف عشان كلام الناس نركب الاتوبيس احسن. ناس ايه وكلام ايه؟ انا مش فاهم تقصد ايه بالظبط. مساء الخير يا شريف بيه. شويه صبري في كلام مهم بيني وبين ناهد عايز اتكلم. انا بس حبيت ابارك لك على العربيه الجديده. طيب طيب من اين لك هذا؟ هذا من فضل ربي اللي اداك الدين يا سيدي. لا ما افتكرش يا صبري ما افتكرش لان دي مساله قدرات وما تقدرش تعمل اللي انا بعمله. طبعا اكيد لان اشرف منك ومش ممكن اعمل زيك. الكلام الفارغ ده ازاي تتجرأ وتقول لي كلام زي ده يا حاقد يا معقد؟ انا حاقد ومعقد يا متلوث؟ سكلتك امك. امي هي حصلت الاب والام؟ طب تعالى صبري صبري مفيش داعي هنفضحوا قدام الاهل يا جماعه. عيب كده والله
لولا هذه الفتاة البريئة المخدوعة لمصدقتك هنا من أمام هذا الجمع. أيها المداهن هتعمل لي فيها هملة بس بقى ايه يا شريف عشان عارف عشان خاطري. تعال 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 ولا يهمك يا عم صبري، بكره تجيب عربية أحسن منها مليون مرة. عشر أنا هركب عربية ملاكي؟ أنا موظف شريف؟ فاهم يعني إيه موظف شريف؟ يعني كفاح، معاناة، صمود. أنا أتبهدل وأتمرمط، ولأنيش أركب عربية من ورا تسليك الشنط المشبوعة. أي خدمة يا فندم؟ لو سمحت ممكن تساعدني؟ أساعدك فيه بالظبط؟ العجلة نامت. ماشي نصحيها. بس كده مش هينفع. ليه؟ ما عنديش ستيب. شوف ازاي؟ طب والعمل ايه بقى؟ ممكن توصلني على سكتك؟ حتى لو مش على سكتي تحت أمرك. بس خايفة أعطلك وأنت لسه جاي من السفر. لا أنا راجع من شغلي. أنت بتشتغل طيار؟ لا مأمور. مأمور بوليس؟ لا جمرك. محسوبك شريف، شريف مهران. أهلاً. إزيك؟ أنت كنت رايح فين يا أستاذ شريف؟ أبداً أنا خلصت ورديتي وقلت أنزل أتمشى شوية في البلد وأكل لي لقمة. أصل أنا كنت بوصف واحدة صاحبتي مسافرة، وبعدين قلت أنزل أتفرج على المحلات وأتغدى برا، بس يا خسارة عربيتي عطلت. طب وماله عربية حضرتك عطلت؟ عربيتي انا شغالة، عندي ساعتك مانع انك تنزلي معايا نتمشى شوية في البلد واعزمك على لقمة في اي محل، كبابجي، مصمط، في واحد بتاع فتح القوارع حلوة او في السيدة. ايه ايه بتحكي على ايه؟ لا حقيقي. اصلي ما اقدرش اظهر معاك في مكان عام لحسن خطيبي يشوفنا مع بعض. فعلا. طيب ما ناكل فين يعني؟ في اي مكان ما فيهوش ناس. ده يعني هاخدك الصحراء مثلا ولا حته مقطوعه انا كلنا لقمة في خرابه مثلا. في شقتك. بتضحك على ايه؟ على خطيبك. خايفه يشوفنا في مكان عام ومش خايفه يشوفك في شقتي. ايه بتضحك على ايه؟ خطيبي ما يعرفش شقتك. يا طيب انت اتفضل. ست ام سحلول الشغاله هي وعيالها اللي بينظفوا لي الشقه، بطمن هم مشوا لسه عشان نبقى براحتنا يعني. اتفضلي اتفضلي. متشكره قوي. شغاله ام سحلول؟ هي الشغاله اسمها ام سحلول؟ لا ده اسم الدلع. امال اسمها الحقيقي ايه؟ برجين. دمك زي العسل. انت قشطه. اقوم اجيب الطابع. ها في ايه؟ في ايه؟ لا بشوف منظرنا مع بعض يعني. ثواني. انا قلت لكم بس هنا على البيت عملت عليا ورونا انتوا بقى متصوروا مسجلوا ولا لا؟ بنسجل. الله يخرب بيتك الجدع ده هيكشف كل حاجه ويدي نفسه في داهيه. مقدم هل تسمعني؟ ست مقدم هل تسمعني؟
على الخطة تمام. مطلوب رياحش ما تريحش. أهلا. أما حتة كوارع. إيه؟ الكوارع اللي إحنا جايبينها تجنن تستاهل بقك. شقتك حلوة أوي يا أستاذ شريف. يعني واسعة وفرشها شيك جدا. الظاهر بتكسب كويس أوي من شغلك في الجمرك. وسعادتك جاية تاكلي لقمة وتتبسطي ولا تقري عليا؟ لا 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 أبدا أنا مش قصدي. يعني انا اعرف كويس قوي ان الموظفين اللي في سن حضرتك مش هيقدروا يجيبوا عربيه ولا شقه بالشياكه دي. لا ما انا باخد مكافئات وحوافز يعني. مكافئات من مين بقى يا خلبوس؟ من شغلك ولا من المسافرين؟ ايه الكلام الفارغ اللي بتريده يا مدام؟ لا ما تزعلش. بهزر معاك. ولو انا ما احبش حد يهزر معايا هزار يمس شرفي وكرامتي. ولعلمك انا مثال الموظف الشريف طاهر اليد طيب القلب عفيفا من كمين. لا لا انا مش قصدي حاجه وحشه. لا يعني هو في حاجه لما واحد يمشي حاله في شغله يفيد نفسه ويفيد غيره. لا لست على هذا الرجل يا منام. وبعدين بقى عيني في عينك كده. اهو انت مين يا ست؟ انت عايزه مني ايه بالظبط؟ بصراحه بقى كلامك ده ما يطمنش. ما تخافش انا مش هاذيك. انا هنفعك قوي وهنغنغك قوي قوي. لا يا هانم يا هانم لو كنت فاهمه انك بتجرجريني في الكلام عشان تلبسيني تهمه وقضيه فده بعدك. اتفضلي بقى من غير ما تطول بره. قلت لك ما تخافش مني. طيب احنا مصلحه واحده. طيب حتى اسمع كده. اسمع ايه؟ اسمع بس. ما عنديش وقت بقى عشان اسمع مزيكا واغاني وكلام فارغ. بس الاغنيه دي هتعجبك قوي. لولاكي. ده يا استاذ شريف في حد يبقى في ايده 25,000 جنيه وخد يتخصم منه يوم في الحكومه بخمسه سته جنيه. على رايك المفروض الموظفين المرتشين اللي زي حالتنا ما يبصوش الحاجات الصغيره دي. شريط ده خدتيه منين؟ ايه؟ مالك اتفزعت لما سمعت صوتك؟ هو سيادتك من الرقابه الاداريه ولا من اداره الكسب غير المشروع؟ اداريه ايه ومشروع ايه؟ انا لا مع دول ولا مع دول. امال انت مين؟ انا اللي بعت لك الفلوس مع هيما. و حضرتك صاحبة الشنطة المؤاخذة فيها مخدرات؟ يا حبيبتي يا حبيبتي أنا مش مصدق وداني. قوليها تاني قوليها تاني علشان يطمئن قلبي. شفت بقى إن أنا مش عايزة أأذيك. أنا قصدي مصلحتك. فعلا خضتيني. قلت خلاص هروح في حديد. يعني المسألة مترتبة. لا في كاوتش نايم ولا أنت نازلة تتمشي. كان يهمني إن أنا أتعرف عليك قبل ما تعرف أنا مين. لا برافو عليكي سبكت المقلب وانا شربته. طيب بس ده ما يمنعش ان انا واقع من الجوع ولحمه الراس والكوارع هتبرد. طيب. بس انت ما سالتنيش انا اسمي ايه. اسمك بسمه طبعا. عرفت اسمي منين؟ لقطت الحروف بتاعت اسمك اللي مكتوبه على شنطتك وانت جامد في العربيه. ده انت باين عليك ذكي جدا بتلقطها وهي طايره. لا قصدك بلقطها وهي واقفه جنب العربيه. انت بقى انت بقى يا عم يلا. لا انت الاول. ما يصحش ما يصحش. جدع ده حاجه من اثنين يا ذكي جدا يا غبي جدا. وانت بترجح انهي فيهم اكتر؟ لحد دلوقتي لسه مش عارف. يا سلام. اظن بعد اكلة الكوارع دي بقى المفروض يعني. يعني ايه؟ شوفي انت بقى. على فكرة انت خبيث وشقي جدا. يبقى امتى انت يا جاهز؟ طب يلا بينا يا جاهز. يلا يا طاعة يلا. يلا بينا.
رايح فين؟ داخل المطبخ. انت اللي رايح فين؟ داخل المطبخ تعمل ايه؟ اعمل الشاي. الشاي هو ده وقته؟ ها؟ وبعد اكلة الكوارع دي في حاجة تانية ممكن تتعمل غير الشاي يا مدام؟ ايه بتضحكي على ايه؟ ازاي اني فهمتك غلط؟ لا لو عايزة حاجة تانية موجود، موجود في كل حاجة. كاكاو، سحلب، قهوة، حاجة ساعة. احنا ناس جاهزة قوي يا ماما. هات اللي تجيبه، انا مستنياك جوه. خمس دقايق وحصلك يا جميل. هعمل لها تيليو. سيادة المقدم علي ماهر. يا رب عجبتكم؟ اظن احنا كده خدنا منها اعتراف رسمي بيها صاحبة المخدرات اللي اتمسكت. ايه المهم كلكم تسجلوا. الله يبارك عليكم هتغرقونا. شويه تليو انما عجب، حاجه بسيطه كده هتقبعيها. ايه ده يا هان؟ ايه ده يا مدام؟ غطي نفسك، غطي نفسك، الناس شايفيننا. ناس مين؟ الجيران. الجيران جيران فين بس لما الستاير والشوارع كلها مقفوله؟ تخيبي تخيبي، انت مش دارينا بحاجه خالص. تعالى اقعد جنبي بس. بتبص فين؟ بصي لي انا هنا. ما هو اصل ال اصل ايه؟ ها؟ انت مرتبك ليه؟ مين؟ انت ليه؟ تعالى. هي فين اكتر من كده؟ ما انا جيت خلاص. طب قرب شويه كمان. طيب ثانيه واحده بقى وهرجع لك هنا. ثانية واحدة. علي علوة، بطلوا الأجهزة دلوقتي ما تشغلوهاش. ابقوا شغلوها بعد شوية، ها؟ لا أبدا، بس ما أعتقدش اللي هيحصل دلوقتي يهمكم في شيء يعني بالنسبة للي أنت فين عليه. يعني ما تضلش شوية كده، ها؟ استفسار صغير حلوة. هو سيادة اللي هو مدير إدارة الآداب هيشوف الشريط؟ أنا مش عايز مشاكل، أنا ما بحبش المشاكل، مش عايز مشاكل أبدا. ايه يا شريف؟ في ايه؟ انت بتكلم نفسك؟ هو انا عامله لك مشاكل؟ استني انت اخرى، انت دارينا بحاجه. هو في ايه؟ لا ابدا، مفيش. انا عم سويدي. امال سايبني لوحدي ليه؟ لا معقوله. يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جراني. مالك يا شريف؟ مرتبك ليه؟ لا مستني حد جاي لك. انا مش خايف من اللي جايين، انا خايف من الموجودين. ياللي قاعدين يكفيكوا شر الشايفين. شريف اسمعني بس، تعال اقعد. انت خايف مني؟ لا مين ده؟ المؤاخذة مش احنا، لست انا هذا الرجل. بسمة مش هينفع. انت بتبعد عني ليه؟ انا مرتبط. طب صوت، انا كمان مرتبطه. احكي بس ال تشيلش هم، هو في حد شايفنا؟ انا رايك انت دريانه بحاجه ولا بالمهرجان اللي احنا فيه؟ تعالي. وكان ايه نتيجه مقابلتك معاه؟ هو رغم انه بيبان انسان ساذج وعلى نياته، انما ذكي جدا وعارف بالظبط هو عايز ايه. هو عايز يجمع اكبر كميه من الفلوس في اقل وقت ممكن. باختصار شريف هو الشخص اللي كان لازم نعثر فيه من زمان، لانه مع التسهيلات اللي هيقدمها لنا في المطار، مع تخطيطنا ورسمنا، هيخلينا ندخل اكبر كميه من البضاعه احنا عايزينها. طبعا ده غير انه هيفيدنا قوي في شغلنا التاني. وبمناسبه شغلنا التاني، اتاكدت ان جاكي وصلت الميكروفيلم؟ اها وصل. دلوقتي بقى هقول لك ايه اللي تعمليه بالظبط مع اللي اسمه شريف ده. انا هعمل له امتحان صغير، لو عدى منه يبقى هينجح وهنغنغه في الفلوس زي ما هو عايز، ولو سقط يبقى الله يرحمه بقى.
طيب الشنطه دي بقى هيكون فيها ايه؟ انت مالك فيها ايه وما فيهاش ايه؟ انت عليك تخرج الشنطه وتاخد الحلاوه بتاعتك وخلاص. لا مؤاخذه يا خرومه، لا مش كل الشنط. يعني ايه؟ يعني اسمح لي يا اخي هيمه، لا مؤاخذه، يعني الشنطه اللي هتعدي قدامي وفيها خلاط كهربا مش هتتعامل زي الشنطة اللي تعدي وفيها بلاوي مهببة بستين نيلة زي اللي بتهربوها. لا شوف بقى، احنا اتفقنا مع بعض هيبقى بالحتة. حتة؟ ولا انت مش عاجبني يالا؟ حتة ايه؟ ولا بتاع ساكسونيا؟ لا مؤاخذة بقى مش هنتفق. ما هو يا شريف احنا مش هنتعامل مع بعض في عملية واحدة. احنا هيكون في شغل كتير مع بعض. ايوه هنشتغل كتير مع بعض، وكل ما شغلكوا يكتر كل ما مكسبكوا هيكتر، ولا ايه؟ على العموم شوف الرئيس الكبير بتاعكم وشوف رده هيبقى ايه وبلغوني. خلاص اقعد، ما تبقاش عصب يعني. انا موافقه على اللي بتقوله. طيب ما برضه ناخد بعضينا ونروح للراجل الكبير عشان اعرفه، علشان يعني نستشيره عشان ما يحصلش مشاكل. مالكش دعوه انت، انا هنا اللي بقول اه وانا اللي بقول لا. ايه ده؟ يعني انت المعلمة الكبيرة؟ ايوه. غريبة. غريبة ليه؟ ما ينفعش؟ ها؟ لا. لا ابدا، بس الواحد دايما متعود يشوف افلام السيما معلمين المخدرات بيلبسوا جلابية بلدي وضربين على دماغهم منديل بقوية وحاطين الشيش في بقهم. اول مره الواحد يشوف معلمه مخدرات بالجينز ولابسه بلوزه شفتشي وحاطه بدل الشيشه نضاره فوق. يخيبك. اديك شفت، مش نخلص شغلنا بقى؟ متهيألي بقى نخلص بقى، مش عايزين دلع. ها الشنطه هيبقى فيها ايه؟ كيلو هيروين. كيلو هيروين خام ثمنه مليون جنيه، عمولتي 2.5% يعني 25,000 جنيه. يا بلاش، انت عامل تسعيره للمسائل ولا ايه؟ الله حبيبي، امال شغالينها بقول لي يعني. اوكي انا موافقه. طيب حس كده بقى، انا باخد نص حلاوتي مقدم. الله، ايه انت مش واثق فينا ولا ايه؟ لا مش مساله ثقه يا خرومه، بس دي اللوائح بتاعتي. خلاص انا موافقه، هيما هيجيب لك المبلغ بالليل على الشقه. انت بتعمل ايه عندك؟ انا بس الزرع يا استاذ. طب هو من هنا يلا، انت الزرع في حته تانيه. ابرك يا استاذ. انا هكون دايما على اتصال بيك عن طريق الناس اللي شغالين معانا، هيكونوا دايما معاك وحواليك بس من غير ما تعرفهم او تحس بيهم. متشكرين يا حاج. اسم كريم ايه؟ خدامك مغاوري. مغاوري راجل طيب وامير. طيب امسك، خلي دول علشانك، دول 13 جنيه، دول 13. يدوب الكرم يا ابني. 13 جنيه اللي انت خدتهم دول 13 جنيه. ما بيفكركش بحاجة ال 13 دول؟ بيفكروا بأيام العز يا ابني. عز 13 بتفكرك بأيام العز؟ تداريك من يومك منحوس. وسع ربنا يجعلك في كل خطوة سلام. لا معلش يا الظابط، ده اللي انتوا فاهمينه، بس ما قالت لي بعظمة لسانها ان كلامها هو اللي ماشي. ايوه ده صحيح، لانها هي الذراع اليمين بتاع الراجل الكبير.
بسمة نمرة اتنين يا شريف، احنا عايزين نوصل لنمرة واحد. وبسمة كل ما وثقت فيك واطمنت لك نبقى قربنا منه خطوة، عشان كده عايزك توطد علاقتك بيها، وعشان كده كمان هنخليك تفوت لهم شنطة المخدرات اللي هيبعتوها بكرة مع البت اللي اسمها جاكي دي. ايه ده يا الظابط؟ عايزني افوت لهم كيلو هروين يخشوا جوه البلد؟ معلش، هنفوت لهم نبادي عشان نجيب رجلهم في الضربة الأكبر. وبعدين لازم تفهم حاجة، العملية دي معمولة لك كامتحان مش أكتر. امتحان ازاي يعني؟ يعني جس نبض عشان يشوفوا إذا كنت حقيقة هتنفعهم وتخدمهم ولا لأ. إذا اطمنوا لك يبقى خلاص، هنجيب رجلهم واحد واحد، من أول راسهم الكبيرة لحد أقل صايع فيهم. صحتك. تمام، كله كويس، اتفضلي. الحمد لله سلامة، ويلكم تو كايرو. اتفضلي مدام. لحظة واحدة يا مدام. يا صبري في ايه؟ الشنطتين دول ما تفتشوش. لا بالعكس، انا فتشتهم وحلوين قوي كويسين، يا ريت كل الركاب زيك. اتفضلي يا سيدي. اتفضلي يا فندم. استني، انا هفتشهم بنفسي. لا يا صبري، جرالك ايه؟ بتشك فيا ولا ايه؟ الله، انا الرئيس بتاعك. مش هشوف غير دول. صبري، جرالك ايه؟ تجننت؟ بوظ الترتيبات كلها، الله يخرب بيتك. ترتيبات يا خاين يا مرتشي يا مرتزق. اوعى. صبري صبري، هفوت لك حاجه بس ماشي الامور دلوقتي، ما تخربش بيتي كمان. عايز ترشين جلاس يا عالم يا هو؟ تعالوا شوفوا واسمعوا، شريف بيه عايز يرشيني عشان افوت الممنوعات. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، هتبوظ الشغلانه. شغل يا خاين يا مرتزق، يا مرتزق. خاين ايه يا حمار؟ انت مش فاهم حاجه خالص. لا يا استاذ، انا فاهم كل حاجه، وكمان عايز ترشيني؟ لا يا استاذ، انا ما ببيعش بالفلوس، انا ما ببيعش بلدي ولا بملايين. مصر 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 بس هيبقى كويس ان شاء الله. هيبقى كويس. بالسلامة. انت ازاي يا استاذ تتهم زميل ليك بتهمة خطيرة زي دي من غير ما يكون معاك دليل قاطع على اللي بتقوله؟ ما انا كنت ماسك الدليل، الشرط اللي فيها الممنوعات. لكن هو شممني حاجة دوختني. وقعت مسورة. انتهز الفرصة وفوت الشرط. ايوه يا فندم، واحنا كلنا شاهدين على كده. شاهدين على ايه؟ حد منكم شاف عينيه ممنوعات في الشنط دي؟ لا يا فندم، بس اصل ايه يا فندم؟ هكون انه يمنع صبري ان يفتش الشنط اياها، ده دليل كافي جدا على انه خايف لا ينكشف. لا يا انسه منى، ده مش دليل، ده مجرد شك. اسمعوا، انا مش هسمح تاني لاي حد يتهم زميل ليه بتهمه خطيره زي دي من غير ما يكون معاه دليل قاطع على التهمه، خصوصا اذا كان اللي بنتهمه ده من اكفى وانزه الموظفين اللي عندنا. فاهمين؟ اتفضلوا على شغلكم. يعني خلاص الموضوع انتهى واتطرطخ على كده؟ قصدك ايه بالكلام ده؟ قصدي اقول ان شامم ريحه لوبيا وكوسه في الجمرك. اخلص! انا هعرف اعلمك تتكلم ازاي؟ انت بتحاول على تحقيق. انا اقل هتحول تحقيق. 313 314 جرى ايه يا شريف؟ انت هتعد في الفلوس وتسيبني قاعده كده؟ اختي اختي، شويه شويه حبيبتي، دي عوده لازم تسلم بالسحتوت. بتسلمه لمين؟ للراجل. انه راجل؟ صاحب الارض. ما اصل ناوي اشتري ارض عشان ابني عليها. طب بقول لك ايه، سيب الفلوس على جنب، ابقى عدهم لما انزل. طب بقول لك ايه، مش هنبطل بقى الشغل القطاعي ده اللي حته حته، كيس بودره شنطه والحاجات دي اللي لا تملى العين ولا تجيب؟ قصدك ايه؟ شوفي يا انسه بسمه، انا وضعي في المطار يخليني اعمل حاجات كتير قوي، شغل جمله يعني،
المفروض العصابات الكبيرة المحترمة اللي زيكو ترسم وتخطط لضربات كبيرة بالملايين مش بمئة ألوف. ياه الظاهر عليك طماع قوي. لا مش الفكرة، مش مسألة طمع، هي مسألة مخ. لأن تهريب شنطة زي تهريب فيل، الاتنين خطورتهم واحدة، وبالنسبة لي جزاهم واحد. يبقى الأحسن نعرض نفسينا لحاجة تستاهل عن حاجة كحيتي، ولا إيه؟ طب إيه هي فكرتك؟ ده بعدك يا حلو انت يا حلو. يعني ايه؟ يعني افكاري ما تطلعش غير قدام الراجل الكبير بتاعكو القاس نمرة واحد. انت يا حلو. ليه؟ لانه ما حدش من اللي اشتغلوا معاه شافه او عرفه. بلا نيلة، يعني هنشوف الامله. خلاص انا كمان احسن لي اشتغل مع ناس ما يخونونيش، انا شغلي على المكشوف. تجيبي بوزة. ما دام مصر انه يقابلني اول الدرجات دي، يبقى حاجه من اتنين، يا فعلا عنده خطه جهنميه لعمليه كبيره، يا اما بيفكر يلعب معانا لعبه كده. تفتكر؟ على اي حال بلغيه اني وافقت على اللي هو طالبه، بس قولي له ان هسافر وارجع بعد كام يوم علشان اقابله، وفي الكام يوم دول هيبان من تصرفاته ومن اللي هيعمله هو عايز يقابلني ليه بالظبط. بس اهم حاجه انه يفضل طول المده دي تحت عينينا ثانيه بثانيه. اي حد يقابله او يكلمه لازم نعرف هو مين وقال له ايه. اوكي. معقوله اخيرا الراجل الكبير وافق يقابلني؟ مش هو ده طلبك؟ اهو كده بقى الواحد يقدر يوضب للعمليه الكبيره. على فكره ببلغك سلامه. الله يسلمه. وبعت لك معايا هديه. كام؟ لا مش فلوس. امال ايه؟ شوف بنفسك. عجبتك؟ يعني مش بطالة. دي احدث موديل. ما بفهمش فيه. المهم قوليلي هقابل الراجل الكبير امتى وفين؟ لحد كده متهيألي ان احنا ماشيين مظبوط دلوقتي، بس اقدر اقول لك ان احنا قطعنا اول خطوة ناحية الراجل اللي احنا عايزينه. المهم الخطوة الأخرانية. هنوصل لها. هنوصل لها ما تخافش. الواد شريف ده طلع ابن جناية بصحيح. بس ايه؟ أنا شاكك في حاجة ممكن توقعه في مصيبة وتضيع كل اللي عملناه. حاجة ايه دي؟ ألو؟ البناوي موجود لو سمحت. مين؟ البناوي. بنهاوي مين يا قليل الادب؟ حط السماعه وهي اتصل هنا تاني، فاهم؟ ايه الحكايه بقى؟ بيلعبوا بيا ولا ايه؟ علوه ده انا لسه رصاصة فوق. انت اخينا فوق. علي كويس انك جيت. ايه 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 يا ابني انت بتضربني؟ انا علي انت مجنون ولا ايه؟ اهدى بقى منك ظابط بيضربني مش انا. اهدى وانا هزرجك منك ظابط قلبته عليا دلوقتي يا علي. يا اخي مش هسيبك. اهدى يا اخي. طب اهدى. عيب يا علي، احنا شباب زي بعض. ايه ده انت قال ايه؟ ما هو كمان انت عيب عليك تاخدني على اخوانا علي. معلش معلش حقك عليا، بس كان لازم اعمل كده. ليه؟ علشان دي. ده انت حقود يا جدع، لو كنت طلبتها مني والله ما كانت هتغلى عليك. الساعة اللي اديتها لك بسمة دي فيها جهاز ارسال دقيق جدا، يقدر ان اللوم كل كلمة بتقولها طول ما هي معاك. علشان كده انا جيت لك بسرعة، لان شكيت فيها اول ما اديتها لك. يا نهار اسود، يعني كنا هنتكشف. لا خلاص طمن، انا فورتها. برافو عليك. قلت لك الناس دول مش سهل. تصور انا كنت طالبك في نمره البنهاوي. كويس اني ما اتكلمتش، كان كل حاجه هتفقس. بس الراجل اللي رد عليا ده غلس معايا قوي. معلش معلش، كان لازم يعمل كده لانهم مرابين تليفونك كمان. انتوا شايفين شغلكم مظبوط. المهم لازم تاخد بالك، هما دلوقتي يهمهم يعرفوا كل حاجه بتقولها او بتعملها لحد ما تقابل الراجل الكبير عشان يبقوا مأمنين نفسهم. طيب هنتصرف ازاي؟ هقول. سمعتوا اخر الاخبار يا اساتذه؟ خير شريف بيه؟
واخد شقه فاخره في المعادي. وانت عرفت منين حد زي دي؟ شفته بالصدفه خارج من العماره بيركب عربيته، ولما سالت اتاكدت واخد شقه هناك في العماره 345 جنب محطه البنزين، والشقه في الدور السادس. تفتكري بيدفع ايجارها ازاي وجابها منين؟ وانت بتوجهني السؤال ده ليا انا ليه؟ ابدا، بس افتكرتك عارفه. يا حلو انت يا حلو. امال فين الساعه اللي اديتها لك؟ اسكتي، مش بعتها؟ بعتها؟ حد بيه هديه ومن راجل الكبير كمان. انتوا هتذلوني بصراحه. واحد صاحبي في المطار شاف في ايدي عرض عليا 500 جنيه، انا شفت 500 جنيه اتهبلت. انت قد كده بتحب الفلوس؟ بموت فيها، بعشقها. ما تجيبي بوسه. انت مستني حد؟ اه. مين؟ البواب. مين ناهد؟ ايه المفاجأة الغريبة دي؟ مستغرب طبعا انك تشوفني هنا. لا، انا ما بقتش استغرب من اي حاجة اليومين دول. اتفضلي. اتفضلي اتفضلي. شقتك دي يا شريف؟ اه، ايه رايك فيها بقى؟ ها؟ مفاجأة مش كده؟ فعلا مفاجأة ما كنتش اتوقعها. هي دي بقى العيش الزغنون اللي هنعيش فيه احنا التلاتة. الاتنين، انا وانتي، ده عيش الزوجية اللي هنقضي فيه احلى ايام العمر الوردي الفامبي. جبتها منين؟ هي مين؟ الشقة. الشقة من صاحب العمارة. كده؟ من غير مقدم، من غير خلو، والفرش والتحف، كل ده جبته منين؟ ولا ده راجل مسكت له حساباته زي اللي اداك العربيه بدل ما هي؟ ها؟ انتي متوتره ومش مخليني اعرف اتكلم معاكي. اقعدي اهدي، اقعدي اقعدي اقعدي. شيري، سمعتي حاجه؟ شيري، ما تستعمليش. سمعتي بقى؟ انت بتعمل ايه عندك وسايبني لوحدي؟ سوري، ما كنتش اعرف ان معاك ضيوف. ضيوف ايه؟ ضيوف ايه؟ دي ناهد خطيبتي وحبيبتي، واخده بالك؟ ها؟ حبيبتي وخطيبتي. تشرفنا. مش تعرفنا احنا كمان بالهانم؟ دي شغاله؟ هاي، روح انت، روح اعمل لنا اتنين شاي، انا ونهد خطبت حبيبتي. ها، يلا في يومك اللي مش هيعدي ده. نعم. حاضر يا سيدي. يا خساره يا شريف، كان ممكن اتصور اي حاجه غير انك تكون وصلت للدرجه دي. درجه ايه يا نهد؟ ده هي لكوني فاهم الموقف غلط. ادخلني ادخلني يا شريف. ماما، واحنا لسه اتجوزنا عشان خونك. عموما انت حر، اتصرف زي ما انت عايز، انا اذنك. الشاي يا سيدي. طيب اتفضلي، روحي انت يا مش حلول. يلا خش يا مش حلول، خش جوه يلا. هاي دومك وانزلي عشان تلحقي المواصلات. فاضي صعب تركب مواصلات. سيدي استني فين يا سيدي؟ عندك عصير جوه مطرح ما لعتيه. اوعي تفهمي الموضوع غلط. فاهمين ولا لا؟ انا مش قادره استحمل اكتر من كده. اقعدي بقى اقعدي بقى، انا لاقيها منك ولا منها ولا منهم. جننتوني، قلت لك هفهمك كل حاجه وخلاص. كمان لك ان تسخط وتزعق فيا. انا هبرمك وشك. انتوش حاسين باللي انا فيه؟ حاسه انسان مخرب خربان من جوه. مش ناقص كده زيادة. اقعدي بقى اقعدي بقى.
روحي انت يا مش حلول، اتفضلي. بابا يا سيدي. غلبانة ولابسة هدوم بالشيء الفلاني؟ يا ناهد، انت جاية تغري كمان على الشغلات اللي عندي؟ دي تلاقيها سرقاهم من الناس اللي كانت في الشارع عندهم قبل كده. اصلها حرامية، وعشان كده انا مش هجيبها هنا تاني، انا هبقى اروح لها. للدرجة دي؟ للدرجة دي بقت انسان غشاش وكذاب ومخادع؟ لا لا ارجوكي، انا ما اسمحلكيش تغلطي فيا ولا في شرفي ولا في كرامتي مهما حصل. طب ممكن تفسر لي كل اللي بيحصل ده ايه؟ العربية اللي بالالوفات، والشقة اللي في منتهى الشياكة، والفضايح اللي حصلت في المطار، والهانم اللي بتقول عليها شغالة، ممكن تفسر لي كل ده يا شريف بيه؟ مش قادر. طبعا مش قادر، لأن كل اللي حصل ده ملوش غير تفسير واحد بس، إنك إنسان غير شريف. لا، لا، أنا مش قادر أتكلم عشان خايف عليكي وعلى نفسي. من إيه؟ من إيه؟ برضه مش حاضر كده. خلاص، لما تبدأ تتكلم يبقى تعالى قابلني. ناهد، ناهد، أنا كل اللي أقدر أقوله لك دلوقتي إني بعيد كل البعد عن الشبهات اللي في دماغك. بكرة إن شاء الله لما تعرفي الحقيقة هتفتخري بيا وباللي عملته. وساعتها بس هتندمي على كل لحظة أسأتي فيها الصن بيا. مين قال الكلام ده بس؟ ناهد وأمها. هما يقولوا لي الكلام فارغ زي ده بمناسبة إيه؟ أبداً. أنا رحت أزورهم زي عوايدي، لقيت مقابلتهم ليا باردة ومش قد كده، فسألت عشان أعرف إيه الحقيقة، وللأسف عرفتها. أنت صحيح يا شريف عندك شقة متكلفة الشيء الفلاني، وصحيح مسكوك في المطار وأنت بتهرب شنط؟ كذب كذب كذب. طب قول لي الحقيقة أنت عشان تطمني وتريح قلبي. ماما، ما اقدرش دلوقتي. ما هتقول لي امتى؟ لما يقبضوا عليك ويرموك في السجن؟ ماما، ابعد عني، ابعد عني. تحرم عليا اللقمه اللي تجيبها لي والهدمه اللي تشتريها لي. اذا كنت انت انسان ضميرك مات وعايز تعيش في الحرام، انا لا، انا ست نظيفه وعايز اقابل ربنا بوجه نظيف. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. لا خلاص، احنا ما عادش مستحمل. سوري يا حضرة الضابط، معلش، انا معتذر عن الشغلانة بتاعتكم دي، وسيبوني في حالي بقى. يعني ايه الكلام ده يا شريف؟ يعني كفاية بقى، كفاية، كفاية اللي حصل لي. انا بقيت مخرب، بقيت انسان خربان من جوه. كفاية ان انا مش قادر ابص في وش زمايلي في الشغل، حتى الانسانة اللي حبتني وحبتها مسحت بيها البلاط. امي واخويا ببقى واقف قدامهم مبلول، مش قادر ارد على ال100 سؤال اللي رميتهم امي في وشي. على فكرة حضرة الضابط، أمي عملت إضراب. لا مش مظاهرات يعني، لا، أضربت على الأكل، رافضة تاكل أو تشرب عشان ما تدخلش جوفها لقمة حرام من الفلوس اللي أنا جايبها. ده غير الرعب والخوف اللي فزعني ليل نهار. أدي اللي حصل من ورا شورتكم أحد الظابط، أدي اللي نابني عشان قاتلكم. تقدر تقول لي سبب واحد يخليني أكمل معاكم اللعبة دي؟ سبب واحد ليه؟ أكتر من سبب. والدتك، والدتك وبقية الأمهات اللي ممكن يتدمروا لما أولادهم يضيعوا بسبب البودرة والكيف. أخوك الصغير واللي زيه عشان خاطر ما يقعوش تحت رحمة مجرمين قاصدين يتوهوهم ويجلدوهم ويمصوا دمهم ويوصلوا لتلاميذ المدارس. استحمل عشان مصر يا شريف، مصر واجبنا نحميها من اي كلب يفكر يخونها. مال مزاجك متعكر كده ليه؟ عايزين نخلص بقى. نخلص من ايه؟ هو الراجل الكبير بتاعكم هيجي من السفر امتى؟ كمان يومين. يلا يجي بقى عشان نرتب العمليه الكبيره ونتلايم على الكام مليون. ما تستعجلش على رزقك قوي كده.
مساء الخير. مساء النور. الرخص لو سمحت. حاضر. ايه الاخبار؟ الحمد لله. تمام؟ تمام. ايه وفي حاجة؟ لا ابدا مفيش حاجة. عادي. الرخص بتاعتك بس. تعبوا انت. يا استاذ. نعم. الرخصة لو سمحت. سيادتك شفتها لو عايز تشوفها تاني. انت خطفتها على طول. اتفضل. امال فين رخصة القيادة؟ الحقيقة طالعة قريب ان شاء الله. يعني ايه طالعة قريب؟ بتسوق من غير رخصة؟ اصلي حصل لي ظروف كده يعني منعتني ان انا اطلع الرخصة. وايه بقى الظروف اللي تخليك تسوق من غير رخصة؟ الحقيقة انا اصلي قدمت على الرخصة 13 مرة. وبعدين؟ بس رحت هناك 13 مرة. انا 13 هناك مرة. طب ممكن تركن على جنب وتنزل من العربية عشان نعمل لك محضر؟ محضر؟ يا سيادة النقيب حضرتك ما يظهر عليك مش عارفني. لا طبعا ما حصليش الشرف. احسن برضو من مصلحتك انك ما تعرفنيش. سيادتك عايز ايه دلوقتي؟ انا عايزك تنزل من العربية وتركني على جنب. انا ايد سيادتك شوية؟ تحت امرك. هو سالي الرجالة بتوعك شوية بس. اوعى يا محمد. اوعى يا محمد. اتفضل. معكش كمان بطاقة؟ لا نسيتها في البيت. بيت نمرة 13. 13. يعني بتسوق من غير رخصة؟ أيوة. وماشي من غير بطاقة. حصل. وبتقاوم رجال الشرطة وتهرب منهم. أنت إيه حكايتك بالظبط؟ أنت هربان من حاجة؟ ولا سوابق وتحت المراقبة؟ سوابق؟ خديشهم. سوابق؟ الظابط ما تكترش في الكلام لأنك هتندم في المستقبل على كل كلمة بتقولها لي. بتهددنا ولا ايه؟ انا ما بهددكش بس كفايه لحد هنا بقى. ها؟ ودينا المفاتيح عشان نمشي. تمشي؟ وانت هتمشي من هنا بالبساطه دي؟ انت هتمشي من هنا على السجن علم. انا بقولها لك للمره ال 13. نعم؟ مش هعيدها بعد المره ال 13. يا فندم؟ ثانية. طب اسمح لي استخدم تليفون؟ وساعتك عايز تكلم مين بقى بالظبط؟ مش هقول لك بس انت لما تسمع هتعرف. ممكن؟ اتفضل. مفيش مفيش. الو ايوه بنهاوي. ازاي؟ لا انا بكلمك من اسم قصر النيل. اه يا سيدي. اه ماشي بعربيتي ومعايا صديقتي بسمه. اه فلجنه وقفتنا. قال ايه؟ شوف الروتين يا اخي. قال ما معيش رخصه قياده ولا بطاقه. خلونا على الاسم هنا. اتجننت يا جدع انت؟ ازاي تتصل بينا هنا وبسمه معاك؟ لا ما تخافش ما تخافش. بس خد بقى حق الظابط عشان تفهموا انا مين. تعالى يا باشا. الو الو انت كنت بتتكلم مع مين؟ ده مفيش حد على الخط خالص. مفيش حد على الخط؟ ما انا كنت بكلمه قدامك. بقول لك ايه؟ الحركات دي احنا فاهمينها كويس قوي. والعب غيرها بقى. حاضر. البيت مفروض على سيادتك يا فندم. انا مش فاضيله. بقول لك ايه؟ يخليك هنا في الاوضه. وهو حد من الاثنين دول يتحرك لغايه ما ارجع. امرك يا فندم. مش بداية تشد معايا بالشكل ده. يا بسبس يا ماما مالك متضطر وقال لك كده ليه؟ الموضوع ابسط مما تتخيلي. الوقت الظابط يرجع واتصل بيه تاني وهنخرج على طول. مين ده اللي اتصلت بيه؟ ده ظابط من زمايلنا اللي في المطار. وده هيعمل لك ايه يعني؟ اوه دلوقتي تشوفي لما هتصل هيعمل ايه؟ يا عسكري روح هات كوبايه ميه. مالك حضرتك الظابط؟ ايه؟ طب اعتبر نفسك منقول من دلوقتي يا صوان. بقول لك ايه؟ سيبك من الحركات دي عشان احنا بقى ما بنتهددش منها. ايه علاقة حضرتك بالجدع ده؟ أنا معرفوش. عربيتي قتلت في السكة وهو كان معدي. فعرض عليا يوصلني. ده تول. ايه يا كلم حضرة الظابط. لا انت بتخلعي وتسلكي نفسك؟ اقبض انت خالص. اتفضل.
اتفضل يا استاذ. ده ايه؟ استنى، مش انا هتمسك كده. تاخدوني فين؟ على التخشيره. انا هدخل تخشيره؟ وبيهتموا بالبيئه قوي، لان شخصيه مهمه عندنا ولازم نكرمه. ده يا فندم. طيب اوكي حصلت. اوكي انا ماشي معاهم، انا في التخشيره، بس هتعرف انا هتصرف ازاي. طب يا فندم، انا مطلوب مني حاجه. احنا هنعمل محضر باللي حصل، وحضرتك هتوقعي عليه وهتمشي على طول. لا لا، شكرا قوي. حرام. عشان يبدخل حمزه على طول الكسان. المهم دلوقتي لازم تروحوا تضمنوه وتخرجوه من الاسم. طب واحنا مالنا؟ ما تخلي اصحاب المهمين هم اللي يخرجوه. لا، احنا اللي لازم نخرجه، ده احنا اللي عايزينه. الصبح بقى وعليك خير، هو هيروح فين يعني؟ واو، يتربى شويه، ولما ربهوش اهله تربيه الاقسام في الليالي. هاتوا مين؟ خليه شمال، خلي بالك مش هيجيب دولاب. هنريحك اهو، هنريحك. تعال. هاتوا على ايه؟ النهارده بس انا عرفت المعنى الكبير اللي ورا الشعار الشرطه في خدمه الشعب. ده انا اتخدمت خدمه يا ناس. حرام، ده شكله تعبان قوي. يا حبيبتي بتضحكي؟ ده انا كويس دلوقتي. امال لو شفتني امبارح كنت عملت ايه؟ ما هو انت لو كنت اتكلمت معاهم بالذوق كانوا رحموك. فكري كده؟ اه. وصاحبك ظابط البوليس ده ما سالش فيك؟ ده منظر واحد، حد سأل فيه برضه. تعيش وتاخد غيرها. لا حبيبي، غيرها دي من نصيبك ان شاء الله. بشر واي حد. يا ما تتمطعش قوي كده، ده انت يومك قرب. فلا الله ولا فالة. شوف برضه، رغم كل اللي حصل له لسه برضه لسانه طويل. في مايكروفيلم في منتهى الاهميه والخطوره، ولازم يوصل روما بكره. يوصل، بس بس ايه؟ جاكي قالت لي انهم في المطار فتشوا شنطها تفتيش جامد وهي مسافرة، وخصوصا شنطة ايدها. يبقى بلاش جاكي، خلي شيري هي اللي تسافر بالمايكروفيلم. وللاحتياط برضه لازم نأمن خروجها بيه، ما دام مهم جدا. ها؟ هنأمن خروجها ازاي؟ عن طريق شريف. شنطة صغيرة؟ شنطة صغيرة ازاي يعني؟ شنطة من اللي بتتمسك في الايد. ايوه، دي هيبقى فيها ايه؟ مالكش دعوة انت بقى. انت عليك تسلم شيري الشنطة في سالة ترانزيت، تخرج تاخد 10,000 جنيه. اوكي؟ اوكي. غريبة، ادفع 10,000 جنيه عشان يهربوا شنطة ايد صغيرة؟ هيكون فيها ايه يعني الشنطة دي عشان يخافوا قوي كده ان البنت بتاعتهم تمر بيها من التفتيش؟ انا بخبرتي اتخيل كده انه ممكن يحط لهم 3-4 فصوص الماس عجب، او يمكن حاجة تانية. زي ايه؟ وما يدوك الشنطة دي امتى؟ بكره الصبح قبل سفر الطياره. اه طبعا، عشان يا دوبك ادوها لك في صاله السفر تلف بيها للترانزيت تسلمها لشيري، ما يدوكش فرصه تعرف فيها ايه. لا، على مين؟ انا ممكن اخش اي اوضه من اوضنا افتشها قبل ما اسلمها لشيري. هو ده اللي هيحصل. بالمناسبه، ايوه، عايزك ما تنساش تحط شويه زرقان حوالين عينك، بس تخففهم شويه. ها؟ ماشي، انت مالك؟ حضرات الساده، تعلن شركه مصر للطيران عن قيام رحلتها رقم 205 المتجهة إلى روما. على جميع حضرات السادة والمدام، أترك الكلام مع شكرا ليديز أند جنتلمان يا أميرات الشمس إيجيبتي التي تأنونس مباشرة ويلكم باك في ايه الميكروفيلم ده؟ صور لاي مواقع مهمه، مناطق عسكريه، مستندات خطيره، اي حاجه من الحاجات اللي ممكن تكشف الاسرار الحساسه للبلد. يا ولد الكلب، يعني المساله مش مساله مخدرات. انا قلت لك دول ناس بيخططوا لمؤامره كامله ضد البلد من جميع النواحي. هنعمل ايه؟ انت تسلم لها الشنطه دي حالا بعد ما ترجع فيها الفيلم زي ما كان. ده كلام ده؟ نسيبها تطلع بالفيلم؟ ما احنا لو قبضنا عليها دلوقتي يبقى بنكشف نفسنا وكل خططنا قبل ما نوصل للي احنا عايزينه. ايوه، بس ما هو مش معقول. شريف، اعمل اللي بقولك عليه وبعدين هفهمك على كل حاجه. تعمل ايه يا استاذ؟ بقول لك ايه، غور من وش السعادي بدل ما انسفك. ايه الشنطه دي؟ هقول لك حاجه، انا كنت عايز استخدم معاك الاحمر، بس انا اظرف منك بكتير.
بص القلم ده كمان تبيع بلدك بقلم جاف. اسم الله عليك طول عمرك مفتح. بص سن القلم يلا خلصني هقعد استناك. باي باي يا شربات فل عليك. What is this? Champagne. From the best we have. I didn't ask for champagne. It's a compliment from the hotel. All right. Put it inside. Microfilm me, please. What are you talking about? Microfilm me, please. What microfilm? Microfilm me, arhamni. شيري كلمتني من روما وكله تمام. برافو، انت تستحقي مكافأة على الحكاية دي. اللي يستحق مكافأة هو شريف. مش قلت لك انه هيفيدنا في حاجات كتير؟ اسمعي، قولي له اني جيت من السفر وهقابله بكرة. وبرتب المسائل زي ما فهمتك. اوكي معقولة؟ بجد هنقابل الراجل الكبير دلوقتي؟ ايوه يلا بسرعة. بس مش كان المفروض تديني خبر قبل الميعاد بفترة كافية عشان الواحد يرتب نفسه؟ ترتب نفسك تعمل ايه؟ ناخد له كيس برتقال ولا استفندي ولا حاجة. يلا يلا بسرعة يلا. المهم هنقابله فين؟ هتعرف دلوقتي. بص شفت البرفان الجديد ده؟ برفان ما يتشافش يا هانم، بيتشم. جربه كده. بس كفايه بقى. هو بتاعنا. شريف شريف ابا ابا بنت الله. شريف الا بس الا شريف. فوق بقى يا شريف فوق بقى. بسمة حبيبتي، ما كنتش متخيل اني هشوفك تاني. صح النوم. ما اللي حصل ده حصل ازاي؟ معلش شوية احتياطات قبل. ايوه انت عليكي برفان نفس الشيخ. حبيبتي مسيرك تشم البرفان بتاعي هيهبلك. احنا فين؟ في مكتب البيج باص. ايه؟ ها؟ راس الكبيره؟ ايوه. يعني هقابل راس الكبيره؟ ايوه هتقابل راس الكبيره. طب هو فين دلوقتي؟ زمانه جاي. اهلا 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 يا عمنا. اهلا يا سيدي الكل يا فل. اهلا 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 بالراحة.
راسي الكبيره، انا مش مصدق نفسي، مش مصدق عليا، انا واقف قدامك، انا متضاءل قدامك. اخطب دي وجهي، اخطب دي وجهي. ايه اللي انت بتعمله ده يا شريف؟ سيبيني، انا فرحان، فرحان. مستني من زمان اللقاء ده، مستني من زمان اقف قدامك واتضاءل يا سيدي الكل يا معلم كبير. شريف، مين قالك ان هو ده البيج باص؟ امال ايه؟ طب شاوري اعملي حاجة، صحيح سنافور طول بعرض العز باين عليك. حبيبي كان نفسي اشوفك من زمان، كان نفسي اقابلك. شريف ولا ده، دول البادي جارد. او نو بادي جارد، بس سايبني عمال امحلس فيك وابوسك واحط على ايديك وانحنلكم، وطلعت في واد المعلم جاتكوا داهية. مساء الخير يا استاذ شريف. يلا اخوان تراخر، خد مكانك عشان الرئيس بتاعك زمانه جاي. يلا اخويا شريف. مش عارف، عارف ان مش هو. يلا اخويا. ها شريف، ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا ماما فاهم، انا مش حمار. يلا يلا شريف. ازاي تكلم البيج باص بالشكل ده؟ سعادتك، سعادتك البيج باص. معلش اللي ما عرفك يجيلك. اقعد يا استاذ شريف. حاضر. بسمة قالت لي انك مصر تشوفني وتقابلني. ليه يا بسمة؟ ليه يا ماما؟ ليه؟ مش ما كانش بقى. خير؟ في هو في خير اكتر من اني اشوف سعادتك واتملى برؤيتك؟ شكرا. تحب تشرب ايه؟ لا معلش، انا مش عايز اضيع دقيقه واحده وانا قاعد مع سعادتك. سيجاره؟ ها؟ لا شكرا. اصل انا نفسي اجرب السيجار الغالي ده. ها؟ ايه بقى العملية الكبيرة اللي كنت عايز تتكلم عنها؟ شت. عملية مش عادية، هنكسب من وراها ملايين في ضربة واحدة. ازاي؟ هنهرب كفتة. كفتة؟ ايوه، خمسة ستة طن كفتة، نبعت نجيبهم من بره، نعبيهم في الداخل هنا في اكياس بلاستيك، نبيع صوبع الكفتة للمواطن بدولار واحد. يا بلاش. انت بتهرج يا جدع انت. زي ما انتوا بتهرجوا معايا. المرة الجاية بنقي أرجوز كويس يعرف يمثل دور البيج بوس. وأنت غلطت قدامي لما شربت سجاير سبارس، لأن الرئيس بتاعك بيشرب سيجار ماركة منبار. وادي العلبة بتاعته هي على مكتبه، وادي الولاعة الدهب. جود باي مستر بورس. رايح فين يا شريف؟ رايح أشوف لي عصابة تانية بتشغل عندها ناس بتفهم. أنتوا كده تغرقونا، تودونا السجن. بلاش كف حرف. ايوه ايوه كده كده صح. اكبر صح. اما مغاول الجناين صح. لا مؤاخذه، لا مؤاخذه يا ريس كبير، السيجار بتاعك. اتفضل يا ريس اتفضل. ازاي السيما يا اخواتي؟ ازاي السيما؟ سمارة حميدو الرجل الثاني. زي سيما يا اخواني، زي سيما. وفي نهايه الفيلم يطلع الرجل الكبير، الرجل الراس الكبيره، هو اخر واحد ممكن نتوقعه. صح. انت بتحب تشوف الافلام دي؟ كتير. بس على فكره انا من الاول ما دخلش عليا حكايه الجناين دي، بس بصراحه ما جاش في دماغي ابدا انك تطلع الاس نمره واحد. طب انت ايه اللي خلاك ما تصدقش انه الجنايني؟ ايديه. ايديه ازاي يعني؟ ما اصل الجناينيه اللي بيشتغلوا طول النهار في الارض والطين والميه، ايديهم بتبقى ناشفه وخشنه ومشققه، مش زي ايدين سعادته. طب وانت شفت ايديا من قريب فين؟ لما اديتك 13 جنيه من العربيه، فاكرهم؟ لا برافو عليك. يا ريت ما ترجعهم لي تاني بقى مغاوري بيه. الا على فكره، هو مغاوري ده اسم حضرتك الحقيقي ولا اسم كده يعني؟ ما تسألش،
وكفايه عليك لحد كده اللي عرفته. غورك يا عيني. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هي دي الحقيقه يا باشا. مغاوش مغاول الكلب الجناين قال. انا كنت شاكك فيه من الاول، بس يبيني من سعادتك كنت فاكره مخبر من المخبرين بتوعكوا اللي بتزرعوهم ورايا. المهم اتفقت معاه على ايه؟ فهمته انه يبعت البضاعه يبعتوها له من بره في اجسام ثلاجات وبوتاجازات او اي بضاعه يستوردوها، وانا عليا بقى اخرجها لهم من قريه البضائع بمعرفتي. طب ما قالكش هيتفق معاهم يبعتوا له البضاعه امتى؟ لا من الجنيه، قال لي هنديك الميعاد قبلها بيوم. طب ما عرفتش منه هيخزنوها فين لحد ما يصرفوها؟ ايه يا علي؟ وانتوا بتعملوا ايه؟ اعملوا حاجه شويه، مش معقول كل حمل عليا انا. المهم هم قالوا لي ان مهمتك تنتهي بمجرد ما تخرج لنا اللوري بالبضاعه. عظيم. عظيم جدا. بيناها هانت يا عم شريف. المهم انا عايزك تصور لي مغاوري ده صورتين حلوين كده في اول فرصه تروح فيها الفيلا. ها؟ يعني اول ما اروح الفيلا اقعدوا كده يعني اقول له هاخدك صور فيش تشبيه؟ لا 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 انا هقول لك تصوره ازاي من غير ما ياخد باله. ماشي. بس في حاجه انا كنت عايز اعرفها. المكان اللي خدوني فيه قابل فيه راجل كبير. ده فين؟ فين ايه؟ فيلا بسمه. لا معلش يا علوة معلش فلتت من المباحث خلاص. يا سيدي اللي مراقبينك شافوهم وهم مدخلينك الفيلا متخدر، وشافوهم وهم مخرجينك تاني بعد المقابله متخدر برضه. معقولة؟ انا دخلت الفيلا 100 مرة عمري ما شفت مكان زي ده. احتمال ان الراجل الكبير عامل له جناح فيها لوحده ومحدش يقرب. ممكن جدا. اهلا وسهلا يا نهى. خطوة عزيزة يا حبيبتي، اتفضلي. ميرسي قوي يا طنط. أنا يا بنتي كلمت شريف في الموضوع اللي قلت لي عليه أنت ومامتك. بس هو بيقول لي يا طنط أنا مش جاية علشان الموضوع ده. شريف خلاص حر في تصرفاته. أنا بس جاية علشان أبلغه إن الشؤون القانونية عندنا في الشغل اتحولوا لتحقيق، لأنه بقاله فترة كبيرة أوي ما بيجيش، وحضرتك عارفة إن ده طبعاً يعني إيه ما بيجيش بقاله فترة كبيرة؟ كل يوم يا بنتي بيخرج يروح المطار، وبيخرج من المطار على الشغل التاني. وساعات بيبات بره لانه بيقول لي الورديات اتغيرت. ازاي يا طنط ده من يومها؟ اهو شريف جه عن اذنك افتح. ايه ده؟ خير يا ابني؟ حضرتك وقفت الاستاذ شريف مهران؟ ايوه. في ايه؟ اصل الاستاذ عمل حادثه بالعربيه ونقلوه المستشفى. يا لهوي وايه اللي حصل له؟ الحمد لله يا فندم الاصابه بسيطه، بس هو طلب من حضره الضابط يبعت يجيبكم عن طريق القسم لانه عايز يشوفكم. اتفقنا. هقوم انا بقى علشان اربط مع الرجاله اللي هيساعدونا في عمليه بكره. اوكي. كنت بقول لك ايه يا شريف؟ ما تتخضش لو رحت البيت الليله، ما لقيتش الست الواد اخوك امجد. ما لقيتهمش في البيت يعني ايه؟ انا اصلي مستضيفهم عندي يومين كده على الرحبه والسعه لحد عمليتها ما تخلص، وبعدين هرجعهم لك بالسلامه. ازاي تعمل حاجة زي كده ازاي؟ ده مجرد احتياط، وبعدين انت متزعج كده ليه؟ ما دام واثق ان العملية هتتم مظبوط زي ما اتفقنا. مفيش حاجة هتتم من اللي اتفقنا عليها إلا لما أشوفهم بنفسي وأطمن إنهم بخير. ادخل. شريف. بابا. شريف. حبيبي يا ابني. شريف ولا أهلك بخير؟ صممت عليك. نهدى، أنت إيه اللي جابك معاهم هنا؟ أنا كنت عندكم لما العسكري جه وقال إنك عملت حادثة بالعربية. الكلاب الكلاب. قول لي مين دول يا شريف؟ وايه اللي بيحصل هنا؟ وليه حسيتنا كده؟ معلش انا اسف يا امه، انا اسف، انا اسف يا امجد، انا سبب في كل اللي حصل لكم. بس معلش ربنا يستر ويجيب الحوار سليمه. جاب لكم اكل؟ لا لا يا ابني. ما بعتوش اكل؟ لا. الكلاب الكلاب. ده انا على لحم بطني. اهدى بس يا شريف. اهدى عشان نعرف نفكر ونشوف هنعمل ايه عشان نخرج من الورطه دي. ازاي؟ اهدى ازاي؟ بقول لك امي واخويا وناهد تحت ايديهم دلوقتي. يعني بمجرد ما المخدرات هتتسلم هيخلصوا عليهم واحد واحد. فاهم يا حضرتك ظابط؟ انت هتروح ضحيه اللي بيحصل ده. انت يعني متصور ان احنا هنقف ساكتين ولا هنضحي بيهم بالبساطه دي؟ امال هتسيبوا شبكه مخدرات ومافيا مخدرات ب 100 مليون علشان خاطر امي واخويا؟ شريف احنا مهمتنا نحمي حياه الناس ايا كانوا مهما كانوا، حتى لو خسرنا كل اللي رتبناه زي ما قلت، فده يبقى مكسب لو حمينا بيه حياه مصري واحد. انا مش عايز اي حاجه من دي تحصل. بس دي امي واخويا. انا مقدر موقفك يا شريف، بس ارجوك ارجوك امسك اعصابك وما تقلقش. هتعمل ايه؟ احنا لازم نرتب خطتنا بحيث نمسك المخدرات ونقبض على الراس الكبيره وكل اللي حواليه في وقت واحد
عشان ما ندهمش فرصة يعملوا أي حاجة في والدتك وأمجد ونهد. البضاعة بتاعتكم خرجت سليمة اهي، فين بقى أمي وأخويا وناهد؟ ما تقلقش، هتروح لهم هتاخدهم وتروحوا سوا بالسلامة. طب وإحنا رايحين فين دلوقتي؟ على الفيلا، عشان نبلغ الراجل الكبير آخر الأخبار. عظيم عظيم عظيم، ايه دي مصيبة؟ ايه؟ قصدي مبروك مبروك. الحمد لله. طيب ما دام خدتوا اللي انتوا عايزينه، سيبوني اخد الجماعة اللي انتوا حابسينهم بقى. طبعا هتاخدهم وفوقيهم الحلاوة كمان. انت دلوقتي بقى معانا كبير قوي عندي يا شريف. ربنا يستر اصلك. في عربية ملاكي واقفة قريب من الفيلا دي من حوالي ساعة، فيها راجل وست. انا في الاول افتكرتهم حبيبة، لكن انا شكيت فيهم لان العربيه فيها تليفون والراجل عمال يتكلم كل دقيقه والتاني. فيها تليفون؟ اه دي عربيه ترمس. اي بس بقى. نعم انا رايح هناك، بلغيني باللي يحصل اول باول. اوكي عينينا. هاتوا معايا يا حسني. اؤمر يا لورد. يلا. Thank you.
يطلع ما ينساش يا اخوي. يلا حطوا معتنين او امرك يا نور. يلا. تم محاصره الهدف المرصود في منطقه المقطم وجاري حاليا تفتيشه. الى كل وحدات المنطقه به. ابداوا بمهاجمه الفيلا وتفتيشها والقبض على كل من فيها. ابليس ابليس ياما، والمصيبه مش هي في دماغهم ابدا ان احنا في الفيلا المهجوره اللي جنب فيلا بسمه. بسمه؟ مين بسمه يا شريف؟ ابدا يا دي المصيبه يا دي المصيبه. مش حاسه بالغرقه اللي احنا فيها وتساليني مين بسمه يا شريف؟ انا بجد والله. ايه حضره الضابط الزيتا دي كلها؟ في حاجه؟ احنا معانا امر بتفتيش الفيلا والقبض عليك. الفيلا قدامك وتحت امرك، فتشها زي ما انت عايز. انما ايه حكايه الامر القبض عليا ده؟ هتقبض عليا بتهمة ايه؟ لا التهم كتير ما تعديش، هتعرفيها بالتفصيل في النيابة. على فكرة شيري بتسلم عليكي ومستنياكي في السجن عشان تونسيها. شيري مين؟ شيري اللي انت كلمتيها في روما. اصل للأسف أعصابها ضعيفة، اعترفت لنا بكل حاجة أول ما مسكناها هي والمايكروفيلم. يعني ايه لقيتوا العربية فاضية؟ أمال البضاعة اللي فيها راحت فين؟ معقول الكلام ده ماهر؟ اسمع، تقلبوا الدنيا على العربية التانية لغاية ما تلاقوها، فاهم؟ بسرعة يا لورد، البضاعة وصلت بالسلامة يا ريس واتخزنت كمان. عارفين البوليس جنبنا هنا دلوقتي وفتشوا الفيلا كمان؟ الله، ازاي ده حصل؟ حصل لأن مشارك معايا شوية حميد. العربية جاهزة؟ جاهزة يا لورد. طب روح اعمل اللي قلت لك عليه وتعالى لي عشان نطلع المطار على طول. بقول لك روح اعمل اللي قلت لك عليه. يلا. حاضر. فين مغاوري وشريف والباقيين؟ بس مسكوتك ده مش هينفعك بحاجه. احنا لو ما قبضناش على مغاوري دلوقتي حالا قبل ما يهرب انت اللي هتقع في القضايا دي كلها. لكن ممكن تتبرئي منها خالص لو اثبتنا للنيابه انك انت اللي ارشدتينا عليه قبل ما يهرب. تضمن لي ده؟ القانون اللي بيضمن لك ده. امي يا بسمة مفيش وقت. كلمي يا بسمة مفيش وقت. مغاوري فين؟ مغاوري فين؟ يمشي لما نخرج من هنا بالسلامه وبس. بس في ايه انت عايزه؟ وست باسمه مش هتجيبها معانا؟ الناس؟ عموري احنا في ايه ولا في ايه؟ ما تكونش طالعين رحله، اجيب لكم سندوتشات ويبسي ما تاخدوا استريح. طب اسمع، اظبط المدفع على الضرب بعيدي وشوف لنا سكه نخرج منها. دعوني انتقم. يما علشان الفيلا التانية لازم نعدي على الأوضة اللي
المنصب الكبيره ده يبقى مين؟ ولا بحكي في مجال يلا ده شيخ المنصب اللي هتجيب في ده. يلا يلا اما نبقى نقابله حلاها حلاها. استرها النار يا رب. نجينا من اللي احنا فيه يا ادم الكريم ده احنا ولا عمرك شفت فيلم اجنبي للزميل جيمس بوند دخل على سبب مدفع وساحب عيلته وراه محتاس بيهم؟ لا اتفضلي يا اتفضلي اتفضلي يلا يا ولدي يلا يا ولدي يلا يتعرفوا بيك ويسلموا عليك قبل ما تهرب. مش سعادتك ناوي تهرب برضو؟ الشقي واجه عائلة المنتقم. شريف أنا مستعد أدي كل فلوس للتوبة بس أمشي من هنا حالا. تمشي من هنا ده يا فل؟ ده أنت وريتني الويل، دوختني السبع دخات لغاية لما وصلت لك. وهتستفاد إيه لما تسلمني البوليس؟ اسمع خد كل الفلوس اللي أنت عاوزها وطلع لهم اللي دوش. بقول لك ايه امشي من سكت لح اخلص عليك. يلا او مامي come on with me come on جاي come on جاي امشي امشي. هو انت رايح عصابة؟ طب ليه تمشي في الطريق يا بطل؟ ده اخرته وحش. معلش يا حاج الظروف بتاخد امشي. انت هتسايري يا امه هتتسايري مش وقته. اتفضل يا لورد اتفضل. قدامي اطلع هنا ده اطلع سيب ايدي طاير اطلع خلاص. الان الان علي امشي. شريف انت كنت فين؟ جيت منين؟ جيت من السرداب اللي بيوصل الفيلا المهجوره. ادي القاس نمره واحد اللي بتدور عليه البيك بورس. اهلا اهلا محمود. اتفضل اتصرفوا معاه. يلا يلا انا عملت اللي عليا. اتفضلوا ادي العهده بتاعتكم. ادي يا فتيح العربيه وادي يا فتيح الشقه والاقلام. انا عايز احتفظ بقلم واحد من دول. تعمل بيه ايه؟ انا رايحتكم رايحت الناس. عايز استريح شويه ويكند. ها باي باي يا علي باي باي. حقك عليا انا اسف مالك شريف يا حبيبي يا سيوف نايم يا حبيبتي.